دكتور خلاص انا عندي مش عايز اصلا ان شاء الله امتحانكم امتى يا جماعه بتاع الفيديو لسه ما حدوش بس انتوا هو برضه نفس الثمان اسئله مش كده ولا انتوا ما راحش شو اللي سته؟ كذا بيع نبدا ان شاء الله نتكلم على مجموعه اسمها انفورماتكس في كتاب القسم من البدايه بتاعت الموضوع نتكلم على حاجه بنسميها الانفورماتكس فاهمين الفرق مش كده؟ انفورماتكس معناها ادويه تساعد على الرقيق وانفورماتكس بقى اللي هي المجموعه المهمه هي ادويه بتساعد على الغثيان قبل بس ما اقول لكم الكلمتين اللي مهموني في الانفورماتكس دي مش موجودين في المذكره ما عليهمش اي اسئله وما عليهمش اي حاجه بس عشان برضه تبقى خلصت ضميري اقول لك الكلمتين اللي ايه المطلوبين بس قبل ما نقول ده او ده عايزين كده حاجه سريعه جدا في الفسيولوجي ازاي بيحصل للبني ادم نوزيا وومتنج يعني ايه الاحداث وايه بقى الاماكن المهمه السنترز المهمه اللي موجوده في المخ اللي مسؤول عن النوزيا والومتنج حد فاكر بقى كده من معلومات زمان يعني كده تمام عندنا تو سنترز موجودين في الميدلا اوف ذا برين كويس واحد فيهم اسمه كيمو ريسبتور تريجر زون اختصار كده دولي معترف بيه اسمه سي تي زد تمام السي تي زد ده رغم ان هو في الميدلا اوف ذا برين لكن في خاصيه غريبه قوي ان هو نوت كفرد باي ذا بلاد برين بارير مش متغطي بالغشاء اللي هو دايما بيحمي المخ من اي دواء اللي يوصل ان اذا كان ليه شروط معينه اللي يهمني النهارده ان شاء الله ان السي تي زد ده فيه نوعين من الريسبتورز نوع اسمه دي 2 ريسبتورز كلنا فاكرين ان دي 2 ده اختصار دوبامين مش كده؟ ونوع ريسبتور تاني حيرنا شويه بقى في المنهج سيرتونين ريسبتور 5 اتش تي الريسبتورز بتاعت ال 5 اتش تي دي كانوا 7 انواع وبداوا يزيدوا على فكره كمان النوع اللي موجود هنا بقى اسمه 5 اتش تي 3 5 اتش تي رقم 3 وجوه بقى هنا في سنتر تاني اسمه الفوميتنج سنتر الامريكان يسموه ده ايميتيك سنتر كلمه ايميس هي فوميتنج بس بالامريكاني يعني هنا في ريسبتورز اسمها ماسكارينيك وان شاء الله كلنا فاكرين بقى من الاوترامك ان كان عندي 5 انواع من الماسكارينيك ام 1 لحد 5 تقريبا كلهم موجودين هنا فما بحطش رقم وعندنا ريسبتور تاني بتاع الهستامين اسمه الاتش 1 ان شاء الله فاكرين برضو الهستامين كان فيه 4 انواع اتش 1 و2 سمعنا عن 2 ده في البيبتيك السر كان مهم سيبك بقى من 3 و4 ده كان يعني مش ما يهمناش قوي النوع اللي موجود هنا هو الاتش 1 قريب قوي بقى نسبيا يعني لقوا ريسبتور تالت الريسبتور بتاع ماده اسمها سبستانس بي سبستانس بي دلوقتي في الطب بيسموها نيوروكاينين 1 كلمه سبستانس بي دي بقت كلمه قديمه قوي بقى يسموها نيوروكاينين رقم 1 ليها ريسبتور خلاص يسموه ان كي ريسبتور اختصار نيوروكاينين موجود فين بقى؟ الناس كلها لحد النهارده مش متفقين، ناس بتلاقيها كاتبين ان هو موجود في الفوميتنج سنتر، وناس كاتبين ان موجود في السي تي زد، وناس بتقول موجود في الاثنين، المهم انت سيادتك عليك تعرف ان في ريسبتور بتاع ماده اسمها نيوروكاينين لما يشتغل يعمل غثيان. طيب قبل ما اقول لك الادويه بقى، المقدمه اللي في الورق مش عليك اسباب الغثيان. مش عليك بس ان شاء الله في يوم من الايام كده لما تبقى بقى تاخد بطن بقى طب كويس يعني هتفتكر ان في اسباب كتيره جدا للنوزيا والفوم من اشهر الاسباب طبعا الحمل استروجين ليه علاقه قويه جدا بالغثيان والرقيق حاجه اسمها موشن سيكنس الدوار بقى بتاع اي حاجه بتتهز وافكرك بيه ان شاء الله دلوقتي البين العنيف الناس اللي يجي لها الام زي مثلا الام الميوكارديال انفاركشن جلطه القلب الام المغص الكلوي تلاقي معاهم غثيان الخوف والستريس ناس كتير قوي في الامتحانات مشكلتها الاساسيه في الامتحان هو النوزيا والبومتنج اللي يهمنا قوي بقى في الفارما طبعا الادويه اللي بتعمل نوزيا وبومتنج برضه مش عليه تجميع الادويه لكن
تفتكر بقى يمكن من اشهر الادويه اللي كانت بتعمل نوزيا فوميتنج؟ طبعا الاستروجين لو اتاخد على شكل كونتراسبتيفز مثلا في الستات، اي دواء دوبامينرجيك اجونست، اي دواء شغل الدي 2. لو تفتكروا في علاج الباركنسونيزم كان في دواء اسمه ال دوبا وبروموكريبتين والحاجات دي، كانت قويه جدا في الجزء الاعراض بتاعت النوزيا والفوميتنج. المورفين واخواته اشهر ادويه تعمل مشاكل على مستوى النوزيا والفوميتنج حاجه اسمها الاوبيويد انالجيزكس، المورفين والهيروين والميثادون و كلهم بيشتغلوا برضه على الدي 2، فكانوا يعملوا قيد عنيف. ادويه التخدير الجنرال انالثيزيا بيحصل معاها نوزيا وفومتنج. الكانسر كيموثيرابي ده من اعلى الحاجات بقى، العلاج بتاع السرطان والادويه اللي بنسميها كيموثيرابي وراديوثيرابي اللي هو العلاج الاشعاعي، الاثنين دول من الحاجات المشهوره جدا جدا انها بتعمل غثيان. عايز بقى تحط ديجوكسن، عايز تحط ثيفيلين، عايز تحط اي دواء في الطب، انت دايما يعني الناس اللي بتحط استنباط كده، اي دواء يقول لك اعراضه الجانبيه ايه يبقى الرجي او نوزيا وفومتنج، وغالبا عندك العيب انت صح يعني، اي دواء محتمل انه يعمل نوزيا وفومتنج. طيب برضو قبل ما نتكلم عن الانتي ايميتكس، الايميتكس اختصار شديد جدا، واللي عايز حتى يصور الكلمتين دول ان هم بصراحه يعني ما اخدتش قيمه في المذكره من كتر ما هم يعني ما لهمش قيمه في الامتحانات. لكن لو بنتكلم على ايميتكس، لو انا عايز اعمل قي بقى، عايز اعمل العيان قي، عندي طريقتين، حاجه بنسميها ريفرال ايميتكس، ريفرال ايميتكس الهدف منها ان انا اعمل اريتيشن على الجي اي تي، اعمل نوع من التهيج على الجي اي تي على الاستومك يعني اكتر، فتروح بعت اشاره يحصل ريفلكس بتاعه. والاهم من كده بقى شويه بالنسبه لنا حاجه اسمها سنترال ايميتكس، ان انا ماليش دعوه بالمعده بقى، ان انا اشتغل على السنتر دي بحيث ان انا ادي حاجه تنشط. البريفرال ايميتكس بيرجعوا كده تقسيمه، طبعا الكلام ده كلام قديم قوي كان مهم زمان يعني. البريفرال ايميتكس بيقولوا عليها تقسيمتها، في ادويه رابيدلي اكتنج تديهم دلوقتي هيحصل قيد بسرعه. اشهرهم محلول الملح او الملح، ملح بس يكون مركز شويه. ده انا ادوب شويه ملح كده في شويه ميه والعيان يشرب، خلاص هتقلب المعده بالبلدي كده، تعمل ريتيشن جامد، تبعت اشاره للسنترز يحصل الريفلكس بتاعهم. وفي حاجات ثانيه يسموها سلولي اكتنج، سلولي اكتنج حاجه قديمه قوي قوي كده كان اسمها تينشر ايبي كاكوانا، تينشر ايبي كاكوانا الدواء ده كان بيتاخد زمان في علاج الكحه، ما عادش مهم، كان بيتاخد زمان عشان يعمل اريتيشن في المعده بس بياخد وقت شويه. هي كلمه تنكشر دي معناها يا جماعه جاي من نبات وبندوبه في الكحول، دواء بيتقال عليه كلمه تنكشر بيبقى منقوع بس مغلي في الكحول مش في الميه. دكتور تنكشر شنو؟ نعم ايبي كاكوانا، عارف في العرب الله يسموه ايه؟ يعني مش عارف ميه فرق الذهب حاجه كده، اسم غريب كده كان بيتباع زمان في العطارين يعني، ما بقاش حاجه مهمه. ده بالنسبه للناس اللي عايزين يعملوا لهم الفكره بقى، احنا عايزين نعمل فوميتنج ليه العيان؟ يعني ايه اللي يخليني احتاج ان انا اعمل فوميتنج؟ يكون العيان بالظبط كده، يكون العيان بلع ماده سامه وقبل ما يحصل لها ابزوربشن عشان نلحقها ونفرضها عشان ما تدخلش على الدم. يبقى بيتاخد لو كان العيان في حاله اكيوت توكسيسيتي ويتاخد بدري، لان لو خلاص عملت امتصاص للدواء ما عادش ليه قيمه، ويكون العيان كونشس، يكون العيان واعي، كلكم عارفين لو حصل طيب وانا في غيبوبه ممكن يحصل لي اسبيريشن. الحاجه الاخيره بس عشان ندخل بقى في الموضوع النهارده، الملح ده لو اديناه وما حصلش قيء هيدخل على الدم، صح؟ لو ما حصلش فومتنج هو هيطلع مع الدم، بس لو ما حصلش قيء هيدخل هيحصل له ابزوربشن ويعلى الصوديوم في الدم، يعمل حاجه اسمها هايبرنفريا بمشاكل بقى كلكم حافظينها، ضغط يعلى وإديما وهارت فيلير، فعشان كده يعني ايه لازم نتاكد ان هو لما ياخده لازم هيتغيروا بعد كده. نيجي بقى للموضوع الاهم، مجموعه الانتي ميتكس، هم تقريبا في الكتب في المذكره تلاقيهم 9 مجموعات كويس؟ وتقريبا معظمهم حاجات عدت عليك في المنهج، طبعا هو خلاص بقى تقسيم المنهج ده عدت علينا معناها ان هي عدت واتنست. كان زمان عدت في نفس السنة، فممكن يعني ايه نفتكر ربنا ييسر لنا. نعم. ورق معلش هو موجود بره في التصوير، هو للأسف مش معايا منه نسخة دلوقتي. برضه؟ عشان سيبيني أفتح برضه ما شاء الله.
تعالى بقى نفكر مع بعض كده ازاي نوقف النوزيا الفوميتنج. عارف خلاص مش كده؟ في سنتر اهو بره الدار بين باير، كل من هب ودب يوصل له، في سنتر تاني جوه، وفي حاجه اسمها فيستيبولار سيستم لو انت فاكرينها بقى، اللي هو الاذن الداخليه اللي هي فيها برضه ريسبتور اسمه ماسكارينيك وهيستامين، دي بتشتغل بس في حالات الموشن سيكنس. يعني اي سبب من اسباب البلاي بيحصل اشاره تنشط السي تي زد، والسي تي زد تروح منشط الفوميتنج سنتر فيحصل ريفلكس. الحاله الوحيده اللي ده مستبعد فيها وبيحصل تنبيه مباشر على الفوميتنج سنتر هو ما يسمى بالموشن سيكنس. العيان يحس بفايبريشن، يحس بحركه كده نتيجه اي حاجه هو راكبها، قطر، طياره، اي حاجه، توك توك حتى، المهم اي اختلال كده تبقى الاشاره جايه من هنا لهنا مباشره فتعمل الشعور بتاع الغثيان او لو احنا بقى فهمنا الخريطه دي تقدر تطلع لي على الاقل خمس مجموعات. بالظبط الهدف عشان اوقف القيء ان انا ادي بلوكرز اوف ذا ريسبتورز، مش دول لما بيشتغلوا بيعملوا نوزيا وبومتنج اقفلهم. يبقى عندي كام مجموعه بقى ان شاء الله؟ اول مجموعه تقفل الدي 2 صح؟ مين بيقفل الدي 2؟ ناخدهم ان شاء الله حالا بس عشان نسامي. اللي بيقفل دي 2 مجموعه مهمه النهارده كده ان شاء الله فيها دواء اسمه ميتو كلوبرامايد. ميتو كلوبرامايد اذا كنت سمعتوا عن دواء اسمه بريمبران في السوق من اشهر الادويه للداخل عشان عالج الكلى. ودواء احسن منه هنقول ان شاء الله الاثنين دول تفصيلا كده اسمه دوم بيريدون. سمعتوا عن الموتيليوم في السوق مثلا؟ هو ده. سيبك من الاسامي التجاريه دي اسامي مشهوره جدا، الاثنين دول هنشرحهم تفصيلا. بس اول معلومه عرفتها عنهم ان هم دي ار دي 2 بلوكرز صح؟ طيب استفدت منهم ايه في القيء؟ قفلت الدي 2 ريسبتور في مكان اسمه السي تي زد. يا ترى قدرت اعالج انهي نوع او انهي سبب من اسباب القيء؟ هل قدرت اعالج كل حاجه؟ مش لا، قدرت اعالج كل حاجه ما عدا الموشن سيكنس. لان في الموشن سيكنس لازم اشتغل جوه هنا، لازم اقفل الريسبتورز اللي موجوده على الفوميتنج سنتر. افكركم ان شاء الله حالا الدي 2 ده الكلام بتاع سي ان اس بقى بتاع السنه اللي فاتت موجود في مكانين تانيين، موجود في الهايبوثالامس لما بيشتغل بيقلل افراز هرمون اسمه برولاكتين، وموجود في البيزل جانجليا لما بيشتغل بيمنع ظهور الباركنسونيزم. فاكرين الباركنسونيزم؟ توازن ما بين دوبامين بيشتغل على الريسبتور ده واسيتايلكولين بيشتغل على ماسكارين. طول ما في التوازن ده مفيش باركنسونيزم. قلل الدوبامين دخلنا في باركنسونيزم، او قفلت الريسبتور ده حصل باركنسونيزم. يبقى من قبل ما نذاكر متوقع ايه في اللي بيقفل الدي 2؟ قفلت الدي 2 في السي تي زد حلو، عالجت كل اسباب القيء اكسبت الموشن سيكنس. بس غصب عني قفلت الدي 2 في الفيزا الجانجليا جبت للعيان باركنسونيزم. برافو عليكم، كانوا يسموه اياتروجينيك يعني بسبب المرض او يعني مرض بسبب الدواء. ولو قفلت الهايبوثالامس ده عملت حاجه اسمها هايبر برولاكتينيميا. يجي الرجاله كده بجينيكو ماستيا وفقدان للرغبه الجنسيه ومشاكل في الانجاب، تيجي الست بحاجه اسمها جالاكتوريا امينوريسيا. طيب يبقى دول ان شاء الله جايين. المجموعه اللي تقفل الدي 2 مجموعه اسمها انتي سايكوتكس، وعشان يبقى كلامنا صح قوي اسمها تيبيكال انتي سايكوتكس. تيبيكال هي المجموعه القديمه اللي كانت معتمده انها تقفل الدي 2 في حته اسمها الليمبيك سيستم المسؤول بقى عن المشاعر والافكار والكلام ده. خلاص النهارده بقى انا مش عايز اعمل بيهم كده، انا عايز اقفل الدي 2 في السي تي زد. فبرضه هيبقى دور الانتي سايكوتكس يعالجوا كل حاجه في القيء ما عدا الموشن سيكنس. اساميهم بايخه شويه بس احتياطي عشان لو ظهروا في المالتيبل تشويس. في منهم مجموعه اسمها مجموعه او دواء يعني بنسميه الكلور برومازين. كلور برومازين ده مشهور جدا يعني انتي سايكوتيك وانتي ايميتيك وغيره. وفي مجموعه ثانيه اسمها بيوتايروفينولز افتكر فيها دواء اسمه الدروبيريدول او دواء اسمه الهالوبيريدول. يبقى دول كده اسامي عابره ان شاء الله مش هنتسال فيها كتير، بس هي فكرتهم ان هم بلوك الدي 2 في الحته اللي بنسميها سي تي زد. هم اصلا انتي سايكوتكس بنسميهم حتى نيورولكتكس اسم جديد شويه كده اللي بيعالج الفصام والكلام ده.
دورهم هنا ان انا هعالج بيهم القيء، لكن غصب عني زي ما قلت لك لو اثنين هنا وهنا عملوا مشاكل باركنسونيزم وعملوا مشاكل هايبركنسونيزم. دي مجموعه ان شاء الله هتدرس تفصيلا بعد شويه بس عشان نخلص بقى. تاني احتمال بقى اقدر اعمله اقفله السيروتونين ريسبتورز، مش كده؟ اقفل ال 5 HT3 ريسبتور. المجموعه دي عليك بالظبط فيها معلومة صغيرة جدا جدا، أساميهم وأساميهم مش صعبة لأن دايما آخرهم سيترون. لو بصيت عليهم كده في الكتاب أو في الورق أو في أي حاجة تلاقي أشهر واحد فيهم طبعا اسمه أوندال سيترون. أوندال سيترون اسمه في سوق السفران لو سمعنا عنه. لكن هتلاقي بقى في حاجة اسمها تروبي سيترون وجراني سيترون وبالونو سيترون، أي حاجة في الإم سي كيو هتظهر آخرها في الاسم بتاعها سيترون يبقى عبارة عن 5HT3 ريسبتور بلوكر. دول بقى بيطلعوا ايه بقى في امتحاناتنا ان شاء الله في الطب؟ اقوى مجموعه ادويه تعالج الفوميتنج اللي سببه كانسر كيموثيرابي. المجموعه دي كانت على فكره في تاريخ الطب يعني المجموعات اللي عملت حاجه انجاز عظيم، ان ناس بتوع السرطان والواحد يعني عاش شويه كده مع مرض السرطان يعني ما قدرناش نكمل معاهم من كتر الماساه. كان من ضمن المشاكل العنيفه جدا يخلص جلسه الكيموثيرابي ويقعد ايام بعدها لا عارف ياكل ولا عارف يشرب وسعور الغثيان والقيء، حاجه مزعجه جدا يعني اكثر مما تتخيل. كانت الادويه القديمه فيري ليتل افكت. كل الحاجات القديمه بقى اللي كانوا بنسمع عنها بتقفل الدي ان اي ومسكرينك والكلام ده ما كانش بتجيب نتيجه خالص تقريبا، لحد ما اخترعوا مجموعه الانتي سيروتونين هي دي بقى الاساس دلوقتي. ممكن تحط عليها اي دواء تاني معاك، لكن الاساس في النوزيا الفوميتنج اللي سببها من كانسر كيموثيرابي هي المجموعه اللي اسمها الانتي سيروتونين وما عندناش فيها تفاصيل، يعني لا مطلوب منك بقى اثار جانبيه وما لهمش اي استعمالات ثانيه تقريبا الا حاجات بسيطه كده هنسمعها اخر الحصه اسمها اريتابل باول سيندروم. يبقى ده بالنسبه لي كده ثاني مجموعه. يلا ثالث مجموعه بقى. بص احنا قفلنا هنا قفلنا هنا وهنرجع للنور ان شاء الله ثاني. اقفل استامين او اقفل مسكرين. طيب الايه في المسكرين اللي بيسموها ايه في الطب؟ اشهر دواء في المسكرين في الطب اشهر دواء اتروبين صح؟ فيقولوا عليه اتروبين لايك او يقولوا عليه انتي كولينرجيك او يقولوا عليه انتي مسكرين. اللي بيقفل بشكل قوي جدا دواء اسمه هايوسين. هايوسين زمان بقى في الاوتونوم مش كده؟ وكان ليه اسم علمي تاني برضه خليك عارفه عشان الحركات النص كم بتاعت الام سي كيو اسمه سكوبولامين. سكوبولامين الدواء ده تفتكر بيعدي بلاد برين بارير ولا ما بيعديش؟ لا بيعدي، هو عشان يشتغل اصلا هنا لازم يعدي بلاد برين بارير. بيتاخد ازاي؟ ممكن يتاخد اورا، لكن في طريقه مشهوره جدا يتاخد على شكل ترانس ديرمال باتش، يتاخد على شكل لصق على الجلد، مشهوره جدا الناس اللي بتركب طيارات حتى كتير ياخد في الطياره كده حاجه عامله زي البلاستر الطبي بتاع الجروح، يحطها كده ورا ودنه مثلا او على الرقبه او على اي مكان بس ما يكونش تحت دهون كتير لان الدهون هتقلل امتصاص الدواء. هو لازم يعدي يدخل على الدم وعلى البرين ويقفل لك الماسكارا. الدواء ده عشان في الام سي كيو بقى شورت ديوريشن. الدواء ده بيتكسر نسبيا بسرعه فالديوريشن بتاعته قصيره. فعاده بيتاخد في حاجه بيسموها الاير سيكنس. الكلام طبعا كلام قديم قوي انك انت لما تركب طياره تاخد كذا ولما تركب سفينه تاخد كذا. لكن هو عشان بس الامتحانات لو قال لك اير سيكنس يبقى عايز حاجه شورت اكتنج يبقى هو الهايوسين. مش عليك عيوب مش عليك ولا كونترا انديكيشنز بس انت ان شاء الله هتفتكر ان شاء الله. هو دواء اخو الاتروبين. دواء اخو الاتروبين اكتر حاجات بيعملها بيعمل مشاكل على العين وبيعمل مشاكل على اليورينري. انا معاك بقى انه بيعمل كونستيبيشن، معاك ان هو بيقلل العرق، معاك ان هو بيعمل مشاكل في الـ سي ان اس، لكن اهم حاجه تفتكرها انه بيعمل مشاكل في العين وبيعمل مشكله في الناس اللي عندهم بناين بروستاتيك هايبرتنشن. يبقى مين ما ياخدش الدواء ده؟ وانت بتكتب لعيان انتي ايميتك كده لو لقيته سنه كبير ضغط عينه عالي يعني عنده جلوكوما او حتى ما عندوش بس هيجيله جلوكوما في يوم من الايام بلاش. لقيته راجل كبير عنده بناين بروستاتيك هايبرتروفي اوعى تديله الدواء اللي شبه الاتروبين ولا يدخل في اكيوت ريتنشن اوف بلاد. هو كان في بس فرق مهم بينه وبين الاتروبين، الاتروبين كان بيعمل تاكيكارديا قوي. ده ما بيعملش، يعني ملوش دعوه بالهارت، لكن غير كده بقى هو كانك بالظبط بتتكلم على الاتروبين.
طيب ثالث مجموعة نقفل الاتش واحد. إن شاء الله هنفتكر إنكم شاطرين ما شاء الله يعني عملت مجهود كبير في الفارما يعني. كان عندنا الأنتي هيستامينك سيلكتيف في الاتش واحد دي كان فيه مجموعتين. مجموعة اسمها الجيل الأول كانوا يسموها سيديتنج. ليه سموها سيديتنج؟ لأنها بتعمل سيديشن. ليه بتعمل سيديشن؟ بتدار واخد نايم. لأنها بتعدي البلاد برين بارير وتقفل الاتش واحد في الأماكن المسؤولة عن الصحصحة بقى الارتيكولار سيستم والكلام ده. طيب في مجموعة تانية اسمها نون سيديتنج كانت تقريبا ما بتعديش وتقريبا ما بتعملش سيديشن. لما أجي النهاردة أدي أنتي إيميتك يا ترى أدي السيديتنج الجيل الأول ولا أدي النون سيديتنج؟ دي ديسيجن ان هم دول اللي هيوصلوا للمكان اللي عايز اشتغل عليه هيقفلوا ال H1 ريسبتور كويس؟ ان شاء الله هنفتكر ليهم اتروبين لايك اكشن مجموعه السيديتنج دي مش بس كانت بتقفل H1 دي كانت بتقفل حاجات تانيه كتير اهمها بالنسبه لي ماسكارينك فكان هم في الموشن سيكنس حلوين قوي صح؟ قفلوا ال H1 وقفلوا الماسكارينك سواء بتتكلم على الفوميتنج سنتر او حتى بتتكلم على الفيستيبولار سيستم اللي هو مسؤول عن الشعور الاولاني بتاع الغثيان طيب اساليهم صعبه جدا بس يعني اذا حصل في سؤال هيبقى السؤال عن السيديتنج او الفيرست جنريشن انتي هيستامينيك مش هيقول لك اسامي لكن لو حد يغلس قوي ربنا يعينك بقى يعني حتى السنه اللي فاتت لما قلت لكم نحفظهم ازاي قلت لكم احفظ السكند جنريشن والباقي لي بقى تبع الجيل الاول السكن ده كان فيه اسمين ثلاثه كده سهلين وده بقى كان فيه دايفن هايبرامين ودايفن هايبرينيت وسايكليزين وميتليزين والبروميثازين والله يعين بقى يعني ايه؟ ما اعتقدش يعني هتأزم معانا قوي لدرجه ان هو يجيب لي اسم استشاره يعني هنلقطه يعني في امسكيو يعني. طيب دول لونج ديوريشن وبالتالي تاخده في الرحلات الطويله فهتلاقي هيوسين بتاع الجو اير سيكنس والادويه السيديتنج انتي هيستامينك بتاعت البحر. يقول لك عليها سي سيكنس خلاص الكلام عشان بس مالتيبل تشويس لو جه يبقى الصغير السريع بتاع الجو اللي هو الهيوسين والتاني بقى الاطول اللي هو السيديتنج انتي هيستامينك مش عارفين عيوبه برضو قوي بس حد يقدر كده يقول لي عيوب مشهوره للانتي هيستامينكس دول يعني اشهر عيب منهم هيبقى ايه؟ صح مين ما ياخدهمش؟ في سؤال كده في الام سي كيو في سؤال كده واحد بيشتغل طيار وجاله الرجي جاله برد جاله حاجه بقى مستدعيه انتي هيستامينك كويس ياخد سيديتنج ولا ياخد نون سيديتنج؟ نون سيديتنج مش كده؟ يبقى هم ممنوعين في الناس اللي هم ليهم شغلانه محتاجه صحصحه خلي بالك دي هايب اتروبين لايك اكشن نفس العيان الجوما والبنايت بروستاتيك هايبرتيز يبقى ده بالنسبه لي كده المجموعه الرابعه كلها حاجات سهله كده ان شاء الله يعني قفلنا الاثنين قفلنا سيروتونين عالجنا كل حاجه مع الموشن دخلنا جوه بقى قفلنا ماسكارينك قفلنا اتش واحد عالجنا كل حاجه سبيشالي موشن سيكنس انا ما اقدرش اعالجه غير لما اقفل المجموعه بقى جديده شويه اللي بتقفل اليوروكاينين 1 ريسبتور اليوروكاينين 1 انا قلت لك عليه مكانه حائر مش كده؟ في ناس قالت فوميتنج سنتر في ناس قالت بره في السي تي زد في ناس قالت في الاثنين وناس قالت موجود في كل مكان، المهم بقى ان هذا السنتر طول ما هو شغال بماده اسمها نيوروكاينين اللي هو الاسم القديم الجديد بتاع سبستانس بي يحصل له ايه؟ يبقى الحل ان انا ادي دواء يقفل النيوروكاينين 1 ريسبتور. كل اللي على سيادتك تعرفه اسم الدواء اسمه ابريبيتنت. مره حد كده من الاساتذه قال لي انتوا فلاحين وبتنطقوا غلط وبتاع. هو اسمه ابريبيتون. ابريبيتاشن فرنساوي يعني انا بقى ندور بقى ده جاي منين وبيتنطق ازاي مش هنخلص المهم ربنا يعينك بس تفتكره بيطلع ابريبيتا بيطلع ابريبيتا يطلع زي ما يطلع المهم ده لو في ام سي كيو يبقى ده سيلكتيف نيوروكاينين 1 ريسبتور بلوكر الدواء ده برضه من الحاجات اللي طلعت مهمه قوي عشان اعالج الكانسر كيموثيرابي انديوس يبقى عندنا مجموعه الانتي سيرتونين عيله سيترون والدواء ده اللي هي هتبقى عيله ان شاء الله في يوم من الايام عيله بيتنت دي بدات شويه شويه كده يزيدوا اي دواء منهم اخره بيتنت ده يبقى معناه ان هو بيشتغل نيوروكاينين 1 ريسبتور بلوكر ويبقى اهم استعمال ليه برضه هو في البلي بتاع الكانسر كيموثيرابي كده خلصت بقى الحاجات اللي ليها معنى الحاجات اللي ممكن استنتجها كده من الريسبتورز في بقى عندنا مجموعه جديده او مش جديده يعني قصدي مجموعه مش عارفين في معظمها ميكانيزم والله
يعني معظمهم مش واضح قوي الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم. من ضمنهم مثلا مجموعه اسمها البنزودايازيبينز، فاكرينها البنزودايازيبينز بتاعت السنه اللي فاتت اللي هي بتشتغل سيداتيف وهيبنوتكس وانتي كونفلسنت وانتي ايبيليبتيك وانتي سباستيسيتي. كان من ضمن الحاجات اللي ليهم اكشن عليها ان هم بيقللوا القيء. اللي ازاي بيقللوا القيء؟ هو اكتر حاجه لوجيك في الموضوع ايه؟ ان في ناس بيجي لها قيء بسبب الانكزايتي. صح؟ ستريس مش كده؟ فهم بيتاخدوا في الناس دي، يعني دي النتيجه لو انا القيء بتاعي سببه قلق وتوتر. يمكن تسمع ان شاء الله في الكتاب او في المذكره حاجه اسمها انتيسيباتوري فوميتنج. كلمه انتيسيبيشن معناها بالعربي ايه؟ توقع مش كده؟ انا عارف ان انا رايح دلوقتي اخد جلسه العلاج الكيماوي. خلاص؟ فعندي نوع من الشعور ان انا هتقيأ، يعني متوقع ان انا هيجي لي قيء بسبب الكانسر كيموثيرابي. لو ادينا ساعتها البنزودايزيبينز بيقلل القيء، يبقى هو قلل التوتر وقلل حاجه بيسموها القيء المتوقع، يقولوا عليه ده انتيسيباتوري موفمنت. طبعا اشهر واحد في البنزودايزيبينز لو بنسميه الدايزيبام، مش كده؟ اللي كان بيعمل تقريبا كل حاجه. امتحان الكيمياء. نعم؟ لو واحد جاب الامتحان. ايه يا عم؟ لو واحد مثلا قبل امتحان. بس هو البنزودايزيبينز هتنسيه اللي انت حافظه. يعني قيء ارحم. هتاخد البنزودايزيبينز يجيلك حاجه اسمها انتروجين امنيزيا. يعني انت عمال تذاكر طول الليل وبتاع، خدت البنزودايزيبين الحمد لله ما فيش قيء بس ما فيش معلومات، يعني انت اختار بقى. يبقى ده بالنسبه لي كده مجموعه كده على الماشي اسمها بنزودايزيبينز. الحاجات برضو اللي نسبيا موجوده في الطب دلوقتي مشتقات الحشيش او شبائح الحشيش، حاجه بيسموها كانابينويدز. تعرفين الحشيش نفسه الكنابيس ده؟ طلعوا ادويه اشتغلت زي الحشيش اسمها الكانابينويدز. اشهرهم دواء اسمه درونابينول، هتلاقيه مكتوب كده في الكتاب درونابينول. ده اشهر واحد فيهم مشتق، سموه حتى تترا هيدرو كانابينول. المهم بس ان هو ده دواء مصنع شبيه بالحشيش. لحد النهارده محدش عارف الحشيش بيعالج القيء ازاي. في ناس بتقول عشان بيقلل الستريس، يبقى برضه فكره الانتيسيباتوري فوميتنج والقيء المتوقع اللي جاي نتيجه الستريس. في ناس بتقول وده كتاب القسم قايلها وانا مش معترف بيها خالص وما رضيتش اكتبها، انه بيقلل الدوبامين. بيقلل الدوبامين ريليز. هو المفروض الحشيش ده بيعمل ايه في المزاج؟ ايفوريا. بيعالج المزاج صح؟ فغالبا بيعمل ايه في الدوبامين؟ بيعالج. انا لما سالت حد من الاساتذه يعني اللي مشاركين في الكتاب قال لي لا هو بيعلي الدوبامين في الحته بتاعه الليمبك سيستم مش عارف ايه، لكن في المكان ده بتاع السي دي زد بيقلله. طبعا ما اعرفش جايز يكون كلامه صح، لان في ريسبتورز مختلفه للحشيش ممكن يكون فيها حاجه بتنشط حاجه بتهبط. المهم ان نعرف بس ان الكانابينويدز ار يوز ان بريفنشن اوف نوزيا اند فوميتنج، وكالعاده استعمالهم هيبقى في الناس اللي بياخدوا كانسر كيموثيرابي وايدز. بيعمل ايه بقى الحشيش غير كده؟ كتير القسم ما اعرفش ازاي بيكون كده انتهت الفرصه يعني. وقعدوا يقول لك الحشيش ده بيعمل ايفوريا، الحشيش ده مش عارف بيعمل ايه في العين، وبيعمل ايه في القلب، وبيعمل ايه في الضغط، الكلام ده مالناش دعوه بيه خالص. اللي عليك في الامتحان تقول لي ان الكانابينويدز بيتاخدوا از انتي ايميتكس ويتاخدوا عشان نعالج بيهم القيء اللي سببه كانسر كيمو وايه. من ضمن الحاجات برضو اللي موصوفه ومش معروف لها سبب قوي الجلوكوكورتيكويدز. كورتيكوستيرويدز او جلوكوكورتيكويدز. فاكرين بقى الكورتيزول واخواته مش كده؟ كان في حاجات بقى مصنعه كده اسمها ديكساميثازون، حاجه اسمها بريدنيزولون، ميثايل بريدنيزولون. برضه وقت ان هم لما بيتاخدوا غالبا مع ادويه الانتي سيروتونين بيحسنوا قوي شغل الانتي سيروتونين في ناس اللي عندهم قيء بسبب الكانسر كيموثيرابي. الميكانيزم از انون. ويقال ان بايز يكون بسبب ان هو بيعملوا نوع من الادابتيشن على النيورو موديريتورز، بيظبطوا بقى خروج السيروتونين، خروج الدوبامين، خروج مش عارف ايه، لكن الميكانيزم لحد النهارده ما هواش واضح خالص. هم ليهم بس انتي ستريس افكت، فجايز يكون ده من ضمن الاسباب يعني. دكتور هو ازاي يعني ادابتيشن؟ يعني ما فهمت ما فهمت حته ادابتيشن. ادابتيشن؟ ليه؟ تبع الكورتيزون. لا يعني هو الفكره كلها حاجه اسمها نيورو موديوليشن، يعني ايه؟ بيظبط عمليه خروج النيورو ترانسميترز. انت عندك هنا بيطلع دوبامين يشغل الدي 2 فيعمل قيء. بيطلع سيروتونين يشغل السيروتونين، هو بيظبط ده يعني بيعمل نوع من التعديل. هو غالبا اللي طلعوا دول طلعوا بزياده مش كده؟ احنا كلنا عندنا دوبامين وسيروتونين بيشتغل هم عندهم نوع من الزياده فهو بيرجعها للنورم، ده يسموه نيورو موديوليشن. دكتور مش بيقلل الريتيشن تبع نعم؟ مش بيقلل الريتيشن تبع الكيموثيرابي؟ بيقلل الريتيشن بتاع الكيموثيرابي بمعنى؟ يعني مش هو بيتاخد از انتي انفلامتوري يعني؟
انت قصدك حاجه ليها علاقه بالانفلاميشن؟ لا لا، اصل الكيموثيرابي ملوش علاقه، ما هوش انفلاماتوري ايجنت. الفكره بيقال ليه الكانسر كيموثيرابي بيعمل مشكله كبيره قوي؟ ان هو بيستيميليت ذا ريليز بتاع النيورو ترانسميتر بالذات السيروتونين. يعني لما اخد كانسر كيموثيرابي بيطلع كميات كبيره جدا من السيروتونين في البرين، وبالذات بقى تطلع عند الحته اللي بيسموها سي تي زد دي، او بيسموها ساعات نيوكليس فات. المهم الحته دي اللي مسؤوله عن الشعور بالغثيان. عشان كده احسن ادويه بتتاخد اللي بتقتل السيليكون ريسبتور اقوى ادويه، لان غالبا الستيمولس الرئيسي هو السيليكون. دكتور، ما له علاقه بالايثانول؟ الكيموثيرابي ما له علاقه بالايثانول؟ بالايثانول؟ بالكحول؟ لا يعني سبستنت الايثانول تطلع عندي من السيل بعد لما يصير ديسكشن باي كيموثيرابي يطلع ايثانول، فيقول هو يسوي عندي نوزيا فومتنج. يطلع؟ ايثانول يسوي نوزيا فومتنج. يعني مش عارف كلمة بيطلع ايثانول. ايثانول يطلع يسبب نوزيا بامتون. ايثانول؟ يس. ايثانول؟ ايثانول ده كحول؟ ما اعرفش، انا ما قريتها مرة يعني في ارتكل. لا ما اعتقد، احنا ما عندناش حاجة تطلع كحول، ما عندناش كحول اصلا في جسمنا الا اذا كان بقى عملية ميتابوليزم. يعني انا ما اعرفهاش بصراحة، يعني ممكن يندوس مثلا الفرمنتيشن بتاع حاجة، لكن لا. يعني اللي اعرفه هنا في الكيموثيرابي ان هو بيعمل قيء جامد قوي، ان هو بيستيميليت ريليز بتاع النيورو ترانسميترز وخصوصا السيروتونين في المكان ده، الحته كده اللي هي فيها الاعصاب بتاعت السي تي. احنا قلنا بقى كام حاجه عشان كوثر ما لحقناش من الاول. انتي ايميتكس كام حاجه كده اخدناها؟ خدنا دي 2 بلوكرز مش كده؟ هنرجع نشرحهم ان شاء الله تاني، بس في مجموعه خلصنا منها اسمها مجموعه الانتي سايكوتكس، مش هنقولها تاني بقى. بتقفل الدي 2 اصلا بتعالج السايكوزس، وغصب عني هتقفل الدي 2 في الفيزا الجايه، ممكن تجيب لي باركنسونيزم، وقفلت الدي 2 الهايبوثيرابيس، فممكن تعلي البروكتيف اللي علينا ان شاء الله دول، وجايين حالا البيتا كلوبرامايد والدومبرين. المجموعه الثانيه انتي سيرتولين، اقفل ريسبتور اسمه 5 اتش تي 3، بعيله اسمها على بعض كده عائله السيترون، واشهرهم طبعا في الامتحانات الاوندان سيترون، واي نوع بقى لو جاء غريب كده بس بص على اخره سيترون يبقى تبعنا. وده زي ما قلت لك كده ذا موست امبورتنت جروب اوف دراجز ان تريتمنت اوف نوزيا وفوميتنج دي تو كانسر كيموثيرابي. بدأنا نتكلم على علاج الموشن سيكنس، يبقى عندنا H1 بلوكر وعندنا M بلوكر. هنا هنستعمل هايوسين، هنا هنستعمل سيديتنج انتي استامينكس. وعرفنا بقى الهايوسين شورت ديوريشن يبقى للاير سيكنس، الانتي استامينكس اللي اسمه سيديتنج لونج ديوريشن فيتاخد فيما يسمى بالسي سيكنس. وافتكر العيوب بتاعتهم المشتركه، الاثنين لهم اتروبين لايت، فخلي بالك في الجلوكوما وخلي بالك في البروستيت. وزود عليها بس ال H1 بلوكر بيعمل سيديشن، فلا يستخدم في الدرايفرز او البايلوتس او اي حد يعني ايه محتاج شغلانه فيها نشاط او صحصحه. اتكلمنا على البيوكالين بلوكر، الدواء اللي سميناه الابريبيتنت، وعرفنا ان هو دوره الاساسي في الطب برضه انه يقفل لك البيوكالين ريسبتور فيعالج القيء اللي سببه كانسر كيموثيرابي. عرفنا الكانابينويدز، وعرفنا الجلوكوكورتيكويدز، عرفنا بنزودايزيبينز، كلها حاجات كده على الماشي. اخر نوع من الادويه ممكن يستخدم وبرده مش عارفين والله برده الميكانيزم قوي، فيتامين بي 6. فيتامين بي 6 ده سموه طبيا كده لو تفتكروا في البايو كيمستري بايريدوكسين. البايريدوكسين ده ان هو ليه دور مهم بقى في القيء بتاع الحوامل. يعني بيتاخد بقى ملوش دعوه بالكيموثيرابي، ملوش دعوه بالادويه، هو بيتاخد دايما في الفوميتنج ديو تو بريجنسي. ويقال ان السبب فيها ان الحوامل بيبقى عندهم شويه نقص بايريدوكسين، ونقص البايريدوكس ده بيعمل نوع من الاريتيشن، ينشط كده خلايا عصبيه موجوده في المكان ده، فبيعمل شعور بالغثيان وقتيه، من ضمن يعني النظريات الكتيره بتاعت الحمل. يبقى ده بالنسبه لي كده مجموعه سميناها مجموعه الانتي ايميتكس. اعتقد يعني والله اعلم ان شاء الله يكون الكلام ده واضح صفحه 2 عندنا في المذكره. التسع مجموعات بتاعتنا، الكلام ده كله ان شاء الله مالتي كونشويس بقى حتى في اخر السنه ما تشغلش بالك. نيجي بقى المجموعه المهمه الحقيقه بقى الامتحانات عموما وفي الطب، يعني اسمها مجموعه البروكينيتك دراجز. يمكن ان شاء الله كده ترجع لك الذاكره، افتكر ان احنا سمعنا عنهم زمان في الكوكاكويز، موضوع الكوكاكويز بتاع السيليكون ده كان داخل فيه ادويه كتير قوي، كان من ضمن الحاجات اللي سمعناها عن ماشي كده مجموعه اسمها البروكينيتك. يعني ايه بقى كلمه بروكينيتك دراج؟ بالمعنى الحرفي بتاعها معناها دراجز ذات ستيميليت ذا موتيليتي اوف جي اي. هو لك الدواء ده بروكينيتك، يبقى الدواء ده زود الموتيليتي بتاعت حركه الجي اي تي كلها. كنا زمان نقول ايه بقى؟ ان بروكينيتك دراجز يزودوا الموتيليتي اوف جي اي تي ويزاوت ايفاكيويشن. ان
يعني غير ما يخلي العيان يتخلص من الفترات اللي موجودة في القولون. مع تطور الدنيا طلعوا أدوية تقدر تعمل إيفاكيويشن، فما بقاش الديفينيشن ده صح، ما بقاش تعريف إن أنا بعمل زيادة في شغل الجي أي تي وبعمل إيفاكيويشن ده لا ينطبق عليهم كلهم. فبقى الجملة بس إن أنا كلمة بروكينيتيك دراجز ذات ستيميليت موتيليتي أوف جي أي. طيب طبيا بقى أنا عايز أزود إيه بقى بالتحديد كده في الجي أي تي موتيليتي؟ بص كده الاستومك أهي صافي اليسار، وبعدين إيه بقيت بقى اسمه الانتستن لحد الآخر. هنا في عندنا صمام مش كده؟ ما بين الاسوفيجاس والاستومك عندنا سفنكتر. ده يقول عليه كده فيسيولوجيكال سفنكتر وليس اناتوميكال سفنكتر مش كده؟ اسمه ايه بقى؟ كان زمان يسموه كاردياك لان هو ليه علاقه كده بالقلب في الاناتومي يعني، لكن دلوقتي يسموه لور اسوفيجيال سفنكتر. وظيفته ايه الصمام ده؟ زي اي صمام يحرك الحاجه في اتجاه واحد. الاكل يطلع ينزل من الاسوفيجاس على الاستومك، ولما اجي يحصل كونتراكشن في الاستومك عشان ابتدي بقى اعمل ابزوربشن ودايجيشن والكلام ده الاكل ما يرجعش العكس. طيب اول معلومه تعرفها في البروكاريوتكس بيزودوا التون اوف ذا لور اسوفيجيال سيستم تمام، يخلوا الصمام اقوى. نمره اثنين كلمه بروكاريوتك معناها اكسلريتس جاستريك امتينج. اكسلريتس جاستريك امتينج اكسلريتس يعني يسرع مش كده؟ يعني يخلي المعدة تفضي اللي جواها بمعدل اسرع، بيزود الكونتراكشن بتاع السموث ماسل اوف ذا ستوم. الحاجة التالتة يزود البريستالسيس، ينشط الحركة الجلدية بتاعت الأمعاء. عشان كده زي ما قلت لك كده في أدوية جديدة بقى بدأت تتاخد حتى عشان إيه تفضي القولون، ما هي نفس الفكرة، لما تعمل كونتراكشن هتفضي الفترات اللي موجودة في القولون. يبقى ده المقصود بكلمة بروكاينيتيك دراجز، خلاص؟ يبقى أزود الموتيليتي وبالتحديد عامل التلات حاجات. ايه بقى الاستعمالات بتاعتهم؟ انا عايزك كده من غير ما تبص بقى في الكتابه اللي تقعد تدور وتحتار ورا في المذكره، اللي انت شايفه كده ممكن يستخدمه في ايه؟ يعني اول استخدام مين بيجي في بالك ايه بقى؟ الناس اللي عندهم ضعف في الصمام مش كده؟ اللي هو بعد ما ياكل الاكل والحمض بيرجع، اللي احنا بنسميه بقى مرض كلكم عارفينه اسمه جاسترو اسوفوجيال ريفلكس ديزيز، اللي كانوا زمان يسموه ريفلكس اسوفوجايتس، خلاص؟ في كتب على فكره بتكتبه جورد عشان لما تقراها برضه يعني اي حاجه ما تستغربش. اسوفيجس في اللغه الانجليزيه الجامده بقى قوي او اي. الهدف الاساسي منه ان انا ازود التون عشان بقى نربط المعلومات ببعضها. هو الجيرد بيتعالج بدول بس؟ لا طبعا الجيرد حاجتين، لا عشان ازود الصمام والبروتون بامب انهيبرز. خلاص انت كده تقدر النهارده تكتب روشته لاي واحد عنده جيرد، تكتب له بروتون بامب انهيبتور وتكتب له معاه اي حاجه من مجموعه البروكاينيتس. طيب ايه تاني استعمال غير الجيرد؟ برافو عليك، داخل عشان اعالج القيء. يقول عليه انتي ايميتنج. تمام؟ هيبقى الهدف طبعا في الفوميتنج بدل ما الاكل يرجع كده يكمل، صح؟ مزود الكونتراكشن بتاع الاستومك، قافل الصمام ده، فمخلي الاكل ينزل في الاتجاه العادي ما يرجعليش تاني. ايه تاني؟ حاجه صعبه شويه بس ان شاء الله. تمام، يعني هي يمكن مش موصوفه قوي لكن في الجداد موصوفه، ان انا بعالج بيهم كونستبيشن بعمل ايفاكيويشن. لكن الكلام التقليدي بتاع مجموعه البروكاينيتكس ما كانش محطوط معاه قوي كلمه كونستيبيشن، لكن لو اتقالت صح 100%. لا انا قصدي بقى لو حركه المعده دي ضعيفه. مش عارفه تفضي ما جواها. يسموه بقى حاجه كده ان شاء الله هتعرفوها، يسموها جاستريك هايبو موتيليتي. صعب؟ جاستريك هايبو موتيليتي. اشهر سبب في الطب يخلي حركه المعده ضعيفه هو مرض السكر. او الديابيتس. فيقول عليه دايابيتك جاسترو باريسز. بقينا خبره بقى خلاص سنه ثالثه اول سنه بقى حته الصدمات جامده قوي في ثالث سنه هتكفي. في صدمه في الدنيا. لا هو يعني كده في مصر ولا ايه؟ يعني انا هقول لك دايابيتك خلاص مرض السكر مش كده؟ جاسترو يعني استمر باريسز ويكنس مش كده؟ باراليسز شلل، باريسز ضعف. طيب ليه مرض السكر بيعمل كده بقى؟ ليه مرض السكر بيضعف حركه الامعاء والمعده و عارفين اكيد بيعمل نيورون صح؟ يدمر الاعصاب. دمر الاعصاب اللي بيدمرها الاوتونوميك سبلاي بتاع الجي اي تي، فتلاقي الباراسيمباتيك اللي هو المفروض ينشط الاعصاب بتاعته فيه متدمره.
تلاقي دايما العيان عنده نوع من التقل بعد العين كده، تلاقي معدته مليانه، عنده نوع من الفولنس والاستنشن ما بينه. ده استعمال هي من الاستعمالات المهمه. في استعمال ملوش قيمه قوي بس عشان مكتوب عندنا بقى في البدايه وفي الام سي كيو، الهيكف. الهيكف او يسموها الهيكف اللي هي بنسميها بالعربي الفلاق او الحزوقه او الزغطه بقى بالمصري. الفكره اللي فيه ايه؟ ان الريفلكس بتاعه زي الريفلكس بتاع البمب. يعني الريتيشن بيدي اشاره للسي تي زد، السي تي زد ينشط البومتنج سنتر، البومتنج سنتر ينشط الدايفرام والابدومينال وول والكلام ده عشان يحاول يتخلص من اللي جوه. هو اصلا ما فيش حاجه جوه، مجرد اريتيشن لاي حاجه كيميكال او هواء او كده. فبما ان الريفلكس هو هو فاقدر استخدم الادويه زي ده. الاستعمال الاخير بقى، واتمنى لو كانش موجود في الكتاب تزوده بقى لسه مهم في الطب. يعني انا مش فاكر بصراحه، انا قريت الكتاب بسرعه كده فمش فاكر قوي. بس تخيل عيان هيدخل اوضه العمليات ياخد جنرال اناثيزيا، كويس؟ الجنرال اناثيزيا دي من الحاجات اللي انا قلت لك عليها من شويه بتعمل قيمه. هو واخد جنرال اناثيزيا وتقيأ جوه اوضه العمليات، يحصل له اسبيريشن، يجي لك بقى بعد يومين ثلاثه كده التهاب رئوي ممكن يروح فيها. لو هو العيان ده انت عامل له عمليه متفق عليها هنصيمه، هنخليه يصوم بالليل ويصحى الصبح بقى يدخل اوضه العمليات، فمضامن ان معدته فاضيه. هو جالك من حادثه، عمل حادثه لا قدر الله بقى في الطريق واتكسر ومدخلين اوضه العمليات نصلح الكسور. فواحد بست انا بنادي كده قدام التلفزيون بالليل عماله تتسلى، وبعدين دخلت في الام الولاده خلاص ما لحقناش نخليها تصوم، انا وديها اوضه العمليات ونعملها سيزيريان ونفتحها ومش عارف ايه. العيان لو دخل اوضه العمليات وبطنه مليانه كده تبقى مصيبه. الادويه دي بقى الهدف منها انها تتاخد بيفور ايمرجنسي اوبريشنز، قبل الجنرال اناثيزيا اروح مدي دواء من دول. ايه الفكره اللي فيه بقى؟ بالظبط زودت التون هنا وزودت الكونتراكشن هنا واشتغلت كمان كانتي ايميتيك، فقللت احتمالات ان يحصل اسبيريشن نمونيا. دكتور احنا خدنا حاجه زي كده النظام اللي فاتت دوت ايه؟ مش فاكر كان اسمه ستريس. لا الستريس السرز مالهاش علاقه بقى بالموضوع، الستريس السرز ده نزيف. العيان اللي دخل في تروما برضه جامده يجي له قرح سوبرفيشال كده اكيوت. مش قصدها عليه. كان في دراج تاني حضرتك كنت قلت فيه برضه في الامرجنسي. بس انا مش فاكر اسمه. في الامرجنسي بيعمل ايه في الامرجنسي؟ عشان امنع الاسبيريشن في الامرجنسي اوبريشن برضه يمكن هو الميتو هو اللي كان في دراج تاني. سايميتيدين. انا قلت سايميتيدين ساعتها؟ انا ما بقتش فاكر والله، انا بروح بنت بالعافيه بقى في سكه دلوقتي انا مروح ما عادش بفتكر حاجه والله. بس يعني ممكن لو جت الذاكره قولي لي هو مين. بس هو فكره ال H2 بلوكرز والبروتون بامب انهبيتورز قبل العمليات كانت الفكره ان انا اقلل الحمض، قصدي كده ان انا بقلل الحمض بتاع الماء صح؟ يعني بقى عندي H2 بلوكر او بروتون بامب انهبيتور بري اوبراتيف عشان اقلل الجاستريك جوس صح؟ لكن هنا بقى الفكره مش ان انا اقلل محتويات، الفكره ان انا افضي اللي جوه ده واقفل الصمام واقلل الكيك صح؟ يعني دي كانت موصوفه اكيد اكيد مع الاتش 2 بلوكرز مش كده؟ طيب ادي المقدمه كده بتاعت مجموعه البروكايمتكس، عرفنا معناها وعرفنا استعمالاتها. لو اتزنقت بقى في اي لاب بروكايمتك عندك الخمس استعمالات دي كومن يوزز ليهم كلهم. اول واحد بقى علينا في المنهج ان شاء الله واكبر واحد ده اسمه ميتو بلوبرامايد. اللي عارف كده في السوق اسمه البريبران او البازيل او الاسامي التجاريه كتير كده. الميتو كلوبرامايد ده يعني باختصار والله لان انا مش عايز برضه اديله اكتر من حجمه، لكن هو لو بنتكلم على كينيتكس هو بيتاخد اورال وبيتاخد بطرق ثانيه كتير جدا. ممكن يتاخد انجكشن، كان في منه حاجات سبوزيتوري قصصه حلو قوي من الجي اي تي. ده انا عايز اعرفه بيتاخد اورال، وعايز اعرف معلومه ثانيه مهمه بقى انه كان باس ذا بلاد برين بارير. واقول لك ليه تفرق معانا المعلومه دي. يبقى ده بالنسبه للفارماكوكينيتكس. اورال زائد باس بلاد برين بارير. المهم بالنسبه لي بقى الدواء ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه؟ الدواء ده ليه تو اكشنز. نمره واحد ليه سنترال اكشن. يعني ايه سنترال اكشن؟ يعني بيقفل الدي 2 ريسبتورز اللي موجوده في حته بنسميها كيم وريسبتور تريجر زون. حد يعرف يكمل بقى؟ قفلت الدي 2 كيمو ريسبتور تريجر زون، يعني اشتغلت اس انتي ايميتيك. في كل حالات القيء هينفعني ولا في حاله هيعجب اشتغلها؟ خلاص يبقى ده الاكشن نمره واحد اللي بيتاخد عشان يعالج القيء بسي ان اس اكشن.
الاكشن نمره 2 بقى اللي يسموه بريفرال اكشن. بص بقى كده بيعمل ايه عشان نفهم جزء البريفرال بتاعه ده. انت عارف ان الجي اي تي ده جاي له اوتونوميك انيبيشن. سيبك من السيمباثيتك بقى، خلينا في الباراسيمباثيك. كلنا فاكرين ان شاء الله ان الباراسيمباثيتك ده كان في عندنا بري جانجليونيك نيرف طويل قوي كده صح، وعندنا جانجا وعندنا بوست جانجليونيك نيرف. فاكرين حاجه من الكلام ده يا جماعه؟ البري جانجليونيك ده بيريليز ستايكوس هرمونين، والبوست جانجليونيك بيريليز ستايكوين برضه. وهنا السيكتور اسمه ماسكارينيك، غالبا بيبقى من النوع اللي بنسميه الام 3. الام 1 ده بتاع البرايتن سيل مش كده، والام 2 ده بتاع الهارت، والام 3 ده بتاع اي سموث ماسل وغده وغيره. طيب هنا السفنكتر ده يا جماعه تفتكر بس عشان ما تتلخبطش، السفنكتر ده فاكر انت البار كان بيعمل ايه في الوول والسفنكتر؟ بيعمل ايه؟ البار كان بيكونتراكت الوول ريلاكس السفنكتر. لسه قايل لك حالا السفنكتر ده is an anatomical sphincter وليس physiological sphincter. يعني physiological sphincter، برافو عليك، physiological sphincter وليس anatomical sphincter. يعني كانه جزء من الوول، كانه جزء من الوول، ما هواش circular muscle زي السفنكترز الثانيه اللي انت سامعها في الاطراف. يعني لما يطلع مننا اسيتايكولين ويشغل ماسكرينك قول لي كده بقى هيعمل ايه في السفنكتر بتاع ويعمل ايه في الوول بتاع الاستومك والانتستين؟ وصلت؟ السؤال بقى هو ازاي الميتوكلوبراميد بيعمل الشغلانه دي؟ على العصب ده وفي روايه اخرى على الجانجيا دي، الجانجيا دي سموها انتريك جانجيا. وانا التزمت يعني باللي موجود في الكتاب عشان ما الخطبش. انتريك يعني لها علاقه بالجي اي تي مش كده؟ طيب الجانجيا دي او يعني العصب ده عليه ريسبتور اسمه 5 اتش دي 4. 5-HT4 كويس؟ الميتوكلوبراميد ستيمولاتس ال 5-HT4 وال 5-HT4 لما يشتغل يدخل كالسيوم جوه العصب. لما تدخل كالسيوم جوه العصب بيفرقع الفيسيكلز اللي جواها اسيتايلكولين، فيطلع الاسيتايلكولين يشغل لك الماسكارينيك فيكونتراكت السفنكتر ويكونتراكت الوول بتاع الجسم، ينشط بقى الكريستالس وكل ما هو معروف عن مجموعه البروكاينيتكس. يبقى تاني بقى دوله دي دوله مهمه على فكره في الامتحانات. ايوه عشان لسه قايلين السفنكتر ده كانه جزء او مش سفنكتر عادي اللي هو الاناتوميكال اللي هو عباره عن سيركولار ماسل، لا ده عباره عن لونجيتودنال ماسل زيها زي عضلات الاستومك وزي الاسوفيجاس بس وعامل وظيفه الصمام. خلاص عشان كده بيعامل معامله الوول كانه جزء من الوول بالظبط. تمام؟ طيب الميتوكلوبراميد ميكانيزم اوف اكشن بتاعه حاجتين، بيشتغل سنترال ودي سهله، بيقفل الدي 2 ريسبتور في السي تي زد كويس؟ فيشتغل كانتي ايميتنج بالطريقه دي. يشتغل ازاي بقى على الجي اي تي كبروكايلتيك؟ عن طريق ان هو يستيميوليت، يعني هنا قفل صح؟ هنا بقى اجونست شغل ريسبتور اسمه 5 اتش دي 4 موجود، سميها انتريك جانجيا ماشي، سميها البوست ميمونيك نيرف بتاع البارا اوكي. المهم ان انت تفتكر لما شغل الريسبتور ده بيريليز اسيتايلكولين، والاسيتايلكولين ينشط الماسكارينيك اللي على الاستومك والسفنكتر، هنا يكونتراكت وهنا يكونتراكت وحتى بقيه السموث ماسل هيحصل فيها الكونتراكشن. عشان كده زود شويه كريستالز. طيب اكشنز محتاجه شرح؟ يعني ده ميكانيزم عمل ايه بقى لما عمل الميكانيزم ده؟ عمل حاجتين انتي ايميتك صح؟ و برو كاينتك. وانت عرفت يعني ايه برو كاينتك؟ زودنا التون هنا، زودنا الجاستريك انتيك، زودنا البريستنسز، يبقى هو عمل الشغلتين. استعمالات سي بي 4. يعني ايه سي بي 4؟ مش في الورق يعني قصدي في الورق. سي بي 4 ايه بقى؟ تاخد ك انتي ايميتك في كل الحالات ما عدا الموشن سيكنس. يتاخد عشان اعالج بيه الجيرد مع البروتون بامب انهبيتور، يتاخد في الهيكف، يتاخد في الناس اللي انت عايز تعمل لهم ايفاكيويشن في الاستومك بيفور ايمرجنسي اوبريشن او جنرال انستيزيا. مش نفس الكلام؟ يبقى هو نفس الاستعمالات اللي قلناها في الاول. تعالى بقى بص كده على العيوب بتاعته. الدواء ده انت هتقول لي ان شاء الله قفل الدي 2 في السي تي زد بس غصب عنه عدى
بلود برين بارير وقفل الدي 2 في مكانين انت مش عايز تقفله. قفل الدي 2 في الهايبوثالامس فعمل لي هايبر برولاكتينيميا بكل مشاكلها. يعني كمصية الرجالة امبوتنس مش عارف لوس اوف سيكشوال ديزاير وجات لك في الستات جالاكتوريا امينوريا سيندروم. دي بريست ميلك سكريشن حتى هي مش حامل ولا بترضع ولا حاجة وعندها ان اوفيليشن. المشكلة الثانية قفلنا الدي 2 في البيزال جانجليا هيحصل باركنسونيزم وساعات يحصل عرض من اعراض الباركنسونيزم مش لازم تجي لك الصوره الكامله مش لازم العيان يجي لك بتريمورز وبراديكاينيزيا وريجيديتي و... لا ممكن يجي بعرض بس واشهر عرض بيجي كده لوحده هو التريمورز فيقولوا عليها اكسترا بيراميدال مانيفيستيشن يقولوا عليها كده اكسترا بيراميدال مانيفيستيشن يبقى ده بالنسبه لي العيوب بتاعته ساعات بيعمل سي ان اس ستيميليشن يعمل نيرفسنس يعمل ديزينس شعور بالدوار كتاب القسم كاتب المعلومه نمره 4 على انها عيب من عيوبه. افتكروا زمان كده في اول ما اتقابلنا في الجنرال كان في عندنا ادويه يسموها رابيدلي ديسنتجريتد في الاستومك. كان في ادويه بالبلدي كده بتتفتت في المعده بسرعه، يعني مش محتاجه تقعد في المعده فتره طويله. وكان اشهر مثال ليها ده اسمه باراسيتامول. وكان في العكس بقى ادويه سلولي ديسنتجريتد، يعني عايزه تقعد في المعده كتير عشان تتفتت ولما تنزل على سمول انتستين تبقى جاهزه للامتصاص. قول لي بقى علاقه دول بالباراسيتامول للاسف بالميتوكلوبراميد. يزود المتفتت. يعمل ايه مع الباراسيتامول؟ يعني ميتوكلوبراميد مع باراسيتامول. يعمل ايه في الامتصاص؟ يعمل ايه في الامتصاص؟ حلو ولا وحش؟ حلو طبعا، ليه بقى؟ المعده انا بقعد فيها ساعه، خلاص؟ والباراسيتامول اتفتت بعد 10 دقائق، مش كده؟ مش ده اللي كان بيحصل عادي؟ انت اديتني بقى دواء خلتني انزل على الامعاء بسرعه فسرعت الامتصاص يقول عليه انكريز ذا ريت اوف ابزوربشن. طب مع الديجوكسين الديجوكسين عايز اعمل كتير مش كده؟ انت نزلتني على الامعاء ولسه انا مش جاهز للامتصاص فيقل الامتصاص. فهمتوا قصدي يا جماعه؟ يبقى الميتوكلوبرامايد ده دراج انتراكشن ما اقدرش اقول ليه حلو او وحش حسب الظروف بقى. الميتوكلوبرامايد مع الديجوكسين مش حلو صح؟ لما خلى الديجوكسين ينزل على السمول انتستين بيفور كومبليت ديسنتجريشن استعجلناه. لكن مع الباراسيتامول حلو لان هو نزل الباراسيتامول بعد ما كانت فتت بسرعه وقاعد يعني مستني فتره لحد ما ينزل على الامعاء انت ساعدته انه ينزل على الامعاء بسرعه. انا لحد النهارده مش عارف هو ليه حاططها نمره 4 في الاعراض الجانبيه. مكتوبه كده مش كده؟ ان هو من ضمن الادفيرس افكتس انه بيعمل كده مع الباراسيتامول ومش عارف ايه هو مش عيب هو مش سايد افكت. لكن يعني اذا كنا بقى هنمتحن نحط نمره 4 وخلاص يعني. ده بالنسبه للميتوكلوبرامايد. الدواء الثاني بقى اسمه الدومبريدون. قبل ما انسى بس عشان دي برضه من الحاجات اللي بتوزني قوي في منهج الفارما والله. هو انا لو اديت اتروبين عيان بياخد ميتوكلوبرامايد وبنلعب بقى معاه يعني بندي دواء ينشط الامعاء وبندي دواء عكسه خلاص؟ الكلام يعني مش منطقي بس ماشي. ايه علاقه الاتروبين بالبروكاينيتيك اكشن بتاع الميتوكلوبرامايد؟ هو مش المفروض يساعده ولا يعارضه؟ يعارضه. ليه بقى؟ البروكاينيتيك ده اخره انك تطلع من هنا اسيتايلكولين شغل ماسكرين صح؟ لو انت مديله اتروبين قافل الماسكرين فلغيت البروكاينيتيك اكشن صح كده؟ هو كلام نظري خالص. دايما نقول كده ان هو الاتروبين انتاجونايزز ذا بروكاينيتيك اكشن اوف ميتوكلوبرامايد. تعالى بقى على الدومبريدون برضه كده زيه زي التاني بيتاخد اورال بيتاخد بطرق كتير تانية غير الاورال. ليميتد باسج اكروس ذا بلاد برين بارير. اهم فرق ما بين الميتوكلوبرامايد وما بين الدومبريدون حته عبورهم للبرين. الميتوكلوبرامايد عالي جدا دخوله جوه السي ان اس. الدومبريدون مش قادر اقول لك ما بيعديش لان هو هيعدي برضه هيعمل لي مشكله كمان شويه لكن على الاقل بشكل ابسط بكتير قوي او ليميتد قوي محدود جدا عن الميتوكلوبرامايد. طيب ميكانيزم اوف اكشن بيعمل نفس الشغلتين بيشتغل سنترال وبريفيرال. سنترال از دومبريدون يعني قفل الدي 2 في السي تي زد فعالج كل انواع او اسباب القيء ما عدا الموشن سيكنس نفس المعلومه. طب تعالى بره بقى شغله بريفيرال عمل ايه بقى بريفيرال؟ ملوش علاقة بالسيروتونين ريسبتور نمرة 4 ده خالص. هو بيجي على السموث ماسل بتاعت الانتستين. فاكر انت زي ما كان في ماسكرينك في الفا
الفا دي كانت بتعمل ايه بقى في الهول بتاع الجي اي تي؟ كونتراكشن. لا كل الالفا وكل البيتا كانوا بيريلاكس الهول كويس. طيب يبقى الالفا طول ما هي شغاله الهول فيه انفيشن. الدواء بتاعنا اسمه دومبريدون ده ملوش دعوه بالمسكرين، هيروح قافل الالفا اشتغل كالفا بلوكر، فكانه ساب مين شغال؟ كانه ساب المسكرينك شغال، فيحصل كونتراكشن يزيد التون بتاع الصمام، يزيد الكونتراكشن بتاع الانتستين وكل حاجه خلاص. يبقى ده فرق مهم ان الثاني بيشتغل باي ستيميوليشن لل 5 HT4 وده بيشتغل باي بلوك للالفا. هسألكوا سؤال بقى اللي هو اللي انا مش مقتنع بيه قبل طول عمري بس هم يعني الكلاب مقتنعين بيه، الاتروبين يضيع البروكاينيتيك اكشن بتاع الدومبريدون؟ الاتروبين يضيع البروكاينيتيك اكشن بتاع الدومبريدون؟ هو لو اعتبرنا الدواء ده بيقفل الالفا هو ملوش دعوه صح؟ فداز نوت انتاجونايز ذا بروكاينيتيك اكشن بتاع الدومبريدون. بس تعالى فكر بقى هو يضيع، مش لازم تفكر في الامتحان، انت خلاص انت اخرك في الامتحان ان هو داز نوت انتاجونايز خلاص اوعى تفكر. لكن لو فكرت هتلاقي ان الاتروبين في الاخر هيقفل لك الماسكارين. وانا معتمد على ايه بقى؟ ان انا قافل الالفا وسايب الماسكارين شغاله. ما انت لو قفلت الماسكارين يبقى انت ضيعت الشغلانه. فهمت قصدي يا جماعه؟ يبقى عشان الامتحانات الاتروبين بيضيع البروكاينيتيك اكشن اوف ميتوكلوبرامايد صح؟ يعني هم عايزين نقول ان هي كده خلاص وقفت؟ عايز اقول ان هو مش هيلعب فيه؟ نعم يعني لما احنا ندي اتروبين مش هيلعب فيه؟ اه مش هيحصل بروكاينيتيك اكشن في ده في الميتوكلوبرامايد. لكن في الدومبريدون احسن كتاب القصه يحصل عادي بروكاينيتيك. هو عايز ياكد على معلومه ان الاولاني معتمد على خروج اسيتايل كولين يشغل الماسكرين، لكن الثاني معتمد على انك تقفل الالفا. فهمنا؟ الاستعمالات هي نفس الاستعمالات انتي ايميتك مع موشن سيكنس، الهيكف قبل العمليات، الناس اللي عندهم جرد، الناس اللي عندهم دايابيتيك جاستروباريسيس، كل الكلام هو هو بالظبط. تعالى بقى على الفرق الاساسي ما بين الميتوكلوبرامايد والدومبريدون. الميتوكلوبرامايد بيعمل باركنسونيزم وبيعمل هايبر برولاكتينيميا صح؟ الدومبريدون تقريبا ما بيعملش باركنسونيزم تقريبا، حتى تلاقي كده مكتوب رير اكسترا بيراميدال مانيفستيشنز نادرا ما بيعمل. اشمعنى بقى نادرا ما بيعمل؟ مش عارف يعدي قوي. نيجي بقى للمعلومه اللي حيرتني انا شخصيا والله، ومع ذلك ممكن يعمل هايبر برولاكتينيميا. يعني ما عملش باركنسونيست لكن عمل هايبر برولاكتينيميا. يعني تيجي ازاي بقى؟ مش بيعمل يروح للبيزك يعني؟ ايوه ايوه انا ما كنتش اعرفها والله. عايز اقول لكم بقى معلومه وانا لا اخجل يعني ان انا ما كنتش عارف السبب، كنت شاكك في المعلومه، كنت حاسس انها في حاجه غلط ومش ماشيه مع المنطق يعني. لحد ما طالب بقى دلوقتي ان شاء الله بقى من الناس اللي يعني شاطرين قوي في علم امراض القلب، طالب كان عندنا من كام سنه كده، فكان دايما يعني من النوع اللي هو شغوف ان هو يعرف يعني مش بس من الاوائل اللي هم بيحفظوا ونسمع ونمشي يعني. فقعد يدور كده لحد ما لقى معلومه انا ما كنتش اعرفها والله، عرفتها منه. كل سنه يوصيني يقول لي لما تيجي الحته دي قول ان انا اكتشفتها. انا بركز الوصيه. اسمع عبد الرحمن مصطفى ما شاء الله من الشباب الشاطر قوي. الحته بتاعت الهايبوثالامس اللي بيطلع عندها البرولاكتين او بيقف منها افراز البرولاكتين ده از نوت ويل كفرد باي ذا بلاد برين بارير. فهمتوا الفكره؟ يعني كانها عامله زي سي تي زد كده. اي حاجه ممكن توصل لها سواء بتعدي او ما بتعديش البلاد برين بارير. فهمتوا قصدي؟ يعني انا عندي دلوقتي الفكره ايه؟ ان الهايبوثالامس المفروض ادي البرين اهو عندي جوه هايبوثالامس وعندي بيزل جلاند صح؟ الميتوكلوبرامايد كان بيعدي البلاد برين بارير ويقفل لك الدي 2 هنا وهنا مش كده؟ فكان يعمل لي اعراض الهايبر برولاكتينيميا ويعمل لي اعراض اكسترا بيرامي. جينا على الميتوكلوبرامايد عرفنا ان هو ما بيعديش قوي فما عرفش يدخل على البيزل جلاند فما عملش تقريبا اعراض باركنسونز قلنا عليها رير صح؟ ومع ذلك لقوه بيعمل اكسترا لقوه بيعمل هايبر برولاكتينيميا. جت منين بقى المعلومه دي؟ اشمعنى قدر يوصل هنا؟ ما عرفش يوصل هنا؟ لان الجزء بتاع الهايبوثالامس ده ما هواش متغطي قوي بالبلاد برين بارير. يعني كانه اكسبوزد. فممكن الوصول اليه بسهوله، حتى لو انا ما بعرفش اعدي البلاد برين بارير انا اقدر اوصل للجزء ده لان هو اكسبوزد قدامي. فعشان كده ممكن يعمل فعلا، طلعت معلومه صح بقى وانا اللي كنت غلطان، طلعت ان هو فعلا ممكن يعمل هايبر برولاكتينيميا تقريبا زيه زي التاني. بس ما يعملش اكسترا براند من السيرك خالص. لا مش خالص، رير. رير.
لان هو وصوله اضعف يعني لايكوفيليسيتي بتاعته اقل. يبقى ده بالنسبه للدوائين بقى الكبار بتوعنا في مجموعه البروكاينتكس. في عندنا ادويه بقى اقل اهميه كده في البروكاينتكس، هتلاقي مكتوب دواء اسمه ايتو برايد وموزا برايد. عيله برايد بقى، ايتو برايد وموزا برايد. دول عشان نخلص الموضوع اللي فيهم بيشتغلوا بريفرال فقط غير تقريبا they have no central action. يعني شغلهم في القيء وشغلهم في الناس اللي عندهم جر وشغلهم في الكلام ده كله معتمد على 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 بريفرال. بيعملوه ازاي؟ زي البيتو كلوبرامات، اشتغلوا زي البيتو كلوبرامات. يلا كمل انت بقى. يعني ستيموليت 5 HT4 صح؟ فيعملوا انفلكس اوف كالسيوم في الباراسمباتيتك نيرف فيريليز اسيتايل كولين فيشغل مسكر. فيعمل بقى الشغلانه بتاعت البروكاينتيك مشهورين جدا دول في علاج الجيرد دلوقتي. هتلاقي يعني دايما بقى هم دول مع بروتون بامب ده علاج الجيرد. حاجه بروكاينتيك من دول ايتو او موزا ومعاهم بقى البروتون بامب. اللي بعد كده دواء سمعناه بقى في الجزء بتاع الكيموثيرابي. ده اسمه اريثرومايسين. اريثرومايسين كان تابع مجموعه اسمها الماكرولايت انتي بايوتكس. اريثرومايسين وكلاريثرومايسين وازيثرومايسين. طيب المجموعه دي كانت من ضمن عيوبها المشهوره جدا بالذات الاريثرو ده بقى. كان بيعمل سيفير جاستريك بين، يعمل الام فظيعه في المعده. ودي انا حكيت لكم ساعتها وانا فاكر ده واحده قريبتي لسه متخرج وكانت عندها انفكشن كده تشيست، ودول مشهورين قوي انهم بيعالجوا تشيست انفكشن. وفرحان بقى قوي ان انا عارف الاريثرومايسين بجرعته ومش عارف ايه. بعدها بيوم كده كلمتني وشويه شتايم بقى كده من النقيه. ايه اللي حصل؟ وجع جامد، بطني بتتقطع وحرام عليكم لو ما فهموش بتطلبوا ادويه ليه والقصه يعني. فطلع المشكله كلها ده حاجه متوقعه بس انا ما كنتش اعرف بقى، انا فاكر ان العيب فيا يعني. الدواء ده بينشط قوي الموتيلتي بتاعت الاستومك بالذات. بيعمل كونتراكشن جامد قوي في الاستومك. بيعملها ازاي؟ بينشط ريسبتور كده يمكن ما اعرفش فاكرته في السيولوجي ولا اسمه موتيلين. ريسبتور موجود على السموث ماسل بتاعت الجي اي تي ذات المعده اسمه موتيلين ريسبتور. فالاريثرومايسين ينشطه فيزود قوي الجاستريك انتيك. هي وحشه لو انا ما عنديش حاجه في معدتي مش كده؟ لكن حلوه بقى لو انا عندي مشاكل زي الهايبوموتيليتي والكلام ده. فده من الحاجات المشهوره قوي في الاريثرو. طبعا لا يستخدم يعني الموضوع ده، ومش بس عشان بيعمل مشاكل ليها علاقه بقى بالريزيستنس والبكتيريا، هو نفس الاكشن بتاعه بيحصل معاه توليرنس. يعني مع الوقت كده الافكت بتاعه ما بيحصلش زي الاول. في ناس بالمناسبه بتحط مع مجموعه البروكاينتكس تحط مجموعه الباراسمباثومايميتكس. هي مش مكتوبه لا في الكتاب ولا في المذكره فمش ناقص بقى حاجات اكتر يعني. بس انت فاهم الفكره؟ ان انا ادي ماسكرين الاجونست صح؟ ينشط حركه الاستومك والانتستين والكلام ده. لو انت فاكر بقى الكارباكول والبيثينيكول والوجع القلب بتاع الترام. يبقى ده بالنسبه لمجموعه البروكاينتكس. نيجي بقى الحاجه ان شاء الله كده يعني سريعا لان الادويه دي بقى دورها في الطب بسيط قوي لكن كالعاده في الامتحانات يعني لسه ممكن نسال فيها. حاجه بنسميها انتستاينال ايفاكيولنس. انتستاينال ايفاكيولنس فاهمين معناها يا جماعه؟ يعني بيعمل فاكر البروكاريوتيك الديفينيشن القديم بتاعها ان انا ما بعملش ايفاكيويشن ده الهدف مش كده؟ دي بقى الهدف منها انها تعمل ايفاكيويشن اوف ذا انتستاين. بنقسمهم بقى لثلاث مجموعات. مجموعه يعني فيهاش دواء واحد كده اسمه جلسرين سبوزيتوري بالعربي يعني لبوس الجلسرين. ده دايما حاجه مشهوره جدا في الناس الاطفال الصغيرين عندهم امساك كويس بيحطوا كده قمع في فتحه الشرج. الجلسرين ده بيعمل حاجتين، بيعمل اريتيشن، هو نفسه ماده بتعمل نوع من الحرقان. ايه الفكره بقى ان انا اعمل اريتيشن في الميكوزا صح توصل الاشاره لحد البرين والليجاس يبتدي يشتغل فيبعت اشاره يزود الكريستالسز فيفضي الحاجات اللي موجوده في الفوضى. وفي نفس الوقت بيعمل حاجه ثانيه اسمها تول سوفتنينج، يعني يخلي الفضلات ما هياش صلبه قوي. لان انت عارف بقى قصه الامساك دي لما يكون في فضلات صلبه بيحصل شويه وجع فالعيان يمسك نفسه مش قادر يعمل ايفاكيويشن صح؟
كل ما كان الستول استوعب في القولون وفي الريكتم فتره اطول يمتص منها السوائل وتبقى مور هارد تبقى هاردر. يدخل بقى العيان في ايه دايره مغلقه يجي يعمل ديفيكيشن يلاقي وجع فيمنع نفسه وهكذا. ميزه الجلسرين سبوزيتوري بيشتغل بسرعه جدا عن طريق الحاجتين دول بيعمل اريتيشن وبيعمل سوفتنج اوف ستول. نمره 2 حاجه بنسميها الانما. الانما بالعربي اسمها الحقنه الشرجيه مش كده؟ في نوعين من الحقنه الشرجيه. سمعتوا الكلام ده في المعمل ولا السنه اللي فاتت ولا السنه دي ولا في حاجه بنسموها ايفاكيوال انما. هي دي اللي تهمنا النهارده او ساعات بيسموها كلينسنج انما. كلينسنج يعني بتغسل بتنظف كويس؟ بتبقى غالبا كميه سائل كبيره شويه تبقى جواها ماده ارتد. حتى في ناس بتعملها بالصابون تحط ميه بصابون كده مع بعض كده وتعلقها على ارتفاع عالي يسموه اندر هاي هيد بريشر. الفكره اللي فيه ايه بقى؟ الجرافيتي تروح عامله تمدد مره واحده كده للريكتوم والكول. لما يحصل تمدد يحصل وراها ريفلكس كريستالسيس فيحصل ايفاكيويشن وفي نفس الوقت الماده اللي عامله زي الصابون دي تعمل اريتيشن. فانت كانك حفزت الاخراج عن طريق اريتيشن وعن طريق ديستنشن. وصلت؟ لا دكتور ما وصلت. نعم. طيب بص كده انا عندي عيان عنده كونستبيشن ادي الريكتم بتاعه هو مليان فضلات كويس؟ اروح معلق له ازازه كده فيها دلوقتي بتبقى جاهزه يعني بس كان زمان عباره عن ازازه فيها شويه ميه وشويه صابون خلاص؟ وعلقها فوق كده في السقف عالي قوي وهو نايم كده فلات. تدخل بقى على فتحه الشرج سائل داخل باندفاع قوي لان هو بالجاذبيه بيبقى فيه يسموه بريشر عالي. الاندفاع السائل جوه الريكتم ده يروح عامل سادن ديستنشن اوف ذا ريكتم. فجاه الريكتم كده يروح ايه متسع. اول ما الريكتم يتسع يحصل وراه انقباض ريفلكس. الانقباض ده يساعد ان الفضلات دي تخرج. الحاجه الثانيه الماده نفسها اللي مع الميه دي ماده بتعمل اريتيشن للسنسوري نيرف اندز. فالاشاره توصل للبرين ان في حاجه عامله اريتيشن عايزين نفضيها. فالفيجاس يشتغل ويعمل كونتراكشن كمان. دي يسموها ايفاكيوال انما او يسموها كلينسنج انما. اللي يهمنا بقى ان شاء الله النهارده مجموعه اسمها بيرجاتيفز. بيرجاتيفز هي بالعربي مالهاش ترجمه الحقيقه، بيرج معناها حاجات بتطرد الفضلات، يعني مفيش كلمه معينه كده تعبر عن معنى كلمه بيرج. وحتى لما تستخدم كلمه ملينات هتلاقيها مش دايما صح. مش كلهم بيعملوا تليين للفضلات. اللي يهمني بقى ان شاء الله النهارده كده الموضوع يعني عشان نختصره بيرجاتيفز دي مجموعتين. بيرجاتيفز مجموعتين، مجموعه بيسموها فيزيكال بيرجاتيفز ومجموعه بيسموها في كتابنا irritable negatives بيسموها في كتب تانية chemical أو يسموها stimulant. فمين دي معناها إيه يا جماعة؟ irritable دي معناها إيه؟ بتعمل irritation بس بتعمل irritation للميكوزا بتاعة الريكتوم والكولون فيحصل وراها بس هي دي معناها يعني. إن شاء الله نرجع نقسمها بقى irritable دي نقسمها حاجه بنسميها مايلد اريتنتس وحاجه بيسموها مودريت اريتنتس وحاجه كانت موجوده زمان اتلغت من الطب كان اسمها سيفير اريتنتس كانوا يسموها حتى مصطلح كده ايه مكتوب وسط الكلام كده اسمها كاثارتكس. كاثارتكس يعني ملينات او يعني طاردات للفضلات عنيفه جدا لا تستخدم دلوقتي. موجود عندنا مودريت وعندنا مايلد وعرفنا الفرق بس او الفكره اللي فيهم معتمده اساسا على كيميكال اريتيشن عشان كده يسموهم كيميكال او ستيمولانت او ايريتنت. الفيزيكال بقى بنرجع هم كمان نقسمهم لحاجه بنسميها بالك بيرجاتيفز. يلا قول لي بقى انت الفكره بالك بالك يعني ايه؟ كل صح؟ الفكره اللي فيهم كلهم في الاخر ايه؟ ان انا اجمع ميه فاعمل كتله فاعمل ديستنشن فاعمل وراها ريفلكس بريستنس. خلاص دي الهدف الاساسي منها ايا كانت نوع الدواء. الهدف ان انا ازود الكونتنت او ازود الفوليوم او ازود الماس يسموها ده فيكال ماس كتله فيحصل نوع من التمدد على جدار الامعاء فيحصل وراها انقباض. المجموعه اللي بعد كده يسموها لوبريكانت. لوبريكانت بالعربي بقى دي بقى اللي ممكن تتسمى ايه بقى؟ ملينات.
ملينات برضو بمنتهى البساطة بتخلي الستولز كأن بالظبط عملت عليها طبقة زيت، عملت نوع من التزيين بقى بالبلدي خالص كده. انت عارف لما يكون عندك مفتاح معصلة كده يعني مش عارف تفتح بيه، حط عليه شوية زيت كده من بتوع أكل كده، بص تلاقي الحركة بقت سهلة. بدل ما كان عندك هارد ستولز كل ما تيجي تنزل تعمل آلام انت بتعمل حوالين الهارد ستولز دي طبقة كأنها طبقة زيت بالظبط، لوبريكيشن خلاص، وتيجي على الميوكاس ممبرين نفسه كمان وتعمل نوع من طبقة الزيت دي، فتخلي الفترات انا اسف والله في الشرح البايخ ده كانها بتتزفر كده، كانها بتتحرك بسهوله وتطلع بره بيت تمويل. هيبقى عندنا هنا دواء واحد بس مهم قوي ان شاء الله في امتحاناتنا اسمه ليكويد بارافين، او اسمه بارافين اويل بالعربي، اسمه زيت البارافين، ملوش ترجمه تاني بقى. دكتور هو الجليسرين مش تبعك؟ الجليسرين ممكن يتحط معاهم، ممكن طبعا يتحط معاهم عشان كده هو، بس هو عشان موضعي قوي يعني بيتاخد بس على شكل سبوزيتري فبيتحط كانه كاتيجوري لوحده، لكن هو صح ممكن يتحط على انه لوبريكانت او سوفت نار. طيب الحاجه الثالثه حاجه يسموها سيرفكتنت او يسموها سيرفيس اكتيف. سيرفيس اكتيف عارفين كتله الفترات الكبيره دي تبقى فيري هارد مش كده؟ الدواء السيرفكتن ده بيقول عليه كده بيقلل السيرفس تنشن اوف ذا هارد ستونز، بيقلل التوتر السطحي كويس، فيعمل ايه بقى ساعتها؟ يسمح ان الميه تخترق هذا او هذه الكتله الصلبه وتبتدي تعمل لها تفتيت، تعمل نوع من التفتيت للكتله الصلبه بتاعت الفترات. يبقى احنا عرفنا بقى ان شاء الله عشان الموضوع ده من الموضوعات يعني على الام سي كيو ممكن يجي لنا لكن واخد في كتابنا اكتر من حقه كتير جدا والله. الفكره كلها ان انا عايز اعمل ايفاكيويشن، اقول لك ان شاء الله الاسباب دلوقتي اللي بتخليني عايز اترك الفضاء كويس. اعملها ازاي؟ عندنا ثلاث طرق. الطريقه الاولى اسمها جليسرين سبوزيتوري، طريقه فيري افكتيف بالذات في الاطفال، بتعمل حاجتين، بتعمل سوفتنج اوف ستولز وبتعمل اريتيشن، فورا الاريتيشن ريفلكس. نمره اثنين الحقنه الشرجيه بس لها مواصفات معينه اللي هي ينطبق عليها ايفاكيويشن، تكون فوليوم كبير وتكون اندر هاي هيد بريشر متعلقه على مستوى عالي عشان تنزل بقوه، ويكون جواها ماده اريتنت حاجه زي الصابون كده يسموها الكامومين. الاهم بالنسبه لي بقى في المذاكره مجموعه اسمها البرجاتيفز اللي بتاخد عشان تعمل ايفاكيويشن اوف ذا انتستين، بتتقسم لمجموعتين كبار، مجموعه اسمها فيزيكال ومجموعه اسمها اريتنت في كتابنا، بس في معظم الكتب الحقيقه اسمها كيميكال او اسمها ستيمولانت. كيميائيا بتنشط السنسوري نيرف اندكس اللي في الجلوكوزا بتاعت الجي اي تي فيحصل وراها ريفلكس بريستاتس. الفيزيكال نفسها بتتقسم بقى على حسب الميكانيزم، يا اما بتعمل بالك فهمناها بتكبر الكتله ولما يحصل ديستنشن في جدار الامعاء يحصل وراها انقباض، يا اما لوبريكانت بتعمل نوع من التليين للفترات، يا اما سيرفكتنت. يعني ايه سيرفكتنت بقى؟ يعني بيقلل السيرفس تنشن اوف ذا هارد ستولز فيسمح بالووتر بنتريشن فيحصل تفتيت للكتله الصلبه بتاعت الفضلات. ورجعنا قسمنا الاريتنت او الكيميكال لمجموعتين، مجموعه اسمها مايلد ومجموعه اسمها البولك. تعالى بقى على اول واحده كده، البالك دي هتلاقي فيها كلام كتير قوي. تحت عنوان البالك هتلاقي حاجه اسمها سالاين بيرجاتيف او يسموها في بعض الكتب اوزموتيك بيرجاتيف. دي مهمه. كويس؟ وبعدين هتلاقي ثلاث اربع كلمات كده مالهمش اي معنى، مالهمش اي معنى، حاجه بنسميها البران. عارفين البران بالعربي؟ البران العربي اسمه الرده اللي بيعملوا بيها العيش الاسمر. النخاله حاجه كده لونها اسمر شويه بتبقى يعني جايه من القمح طبعا بس يعني قمح مختلف شويه عن القمح العادي. الرده دي بتبقى عامله زي البودره كده او عامله زي الاقراص، العيان بياخدها تجمع ميه. بيستعملوها حتى الناس اللي عايزين يخسوا عشان تديك احساس بالشبع، تبنى المعده كده وتديك احساس بالشبع. كويس؟ الهدف منها انها تعمل بالك. الميه اللي بتسحبها دي بالاوزموتيك اكشن بتاعها بتعمل ميه كتير كده حواليها فتعمل ديستنشن وراها ريفلكس بريستاتس. في حاجه بنسميها الاجار. عارفين الاجار بتاع الميكروبيولوجي ده؟ الاجار اللي هو الماده اللي بيزرعوا عليها البكتيريا. طيب ساعات بتبقى موجوده على شكل دوائي، الهدف منها انها تحوش ميه فتعمل بلك. في حاجه بيسموها ميثايل سيلولوز. الالياف بقى اللي موجوده في الخضار، الخضار اللي هو يسموه اندايجستد.
احنا ما بنقدرش نهضم كل الالياف اللي موجوده في الخضروات. في الياف بتفضل قاعده كده جوه الجي اي تي، يقول لك عليها امبايبز ووتر. امبايب يعني بتجمع ميه فتعمل بلك. معرفش لسه موجود في الكتاب ولا لا، حاجه اسمها بلانتاجو سيدز. بلانتاجو سيدز موجوده في الكتاب؟ طيب البلانتاجو سيدز دي عباره عن بذور بتتباع عند العطارين، يسموها بذور لسان الحمل. لا شفت الحاجة في الحمل؟ حلو في الصغنطر؟ كويس؟ عنده لسان. لو فتحت بصيت على لسانه هتلاقي محمل كده. فالحبوب شبه اللسان فيسموها بلانتاجو. خلاص؟ الهدف منها لما ابلعها انها تجمع ميه وتعمل بلك. يبقى كل ده كلام فارغ بقى، البران والاجار والميثايل سيلولوز والبلانتاجو سيدز ده سيبك منه. انا يهمني ان شاء الله كلمتين عن السلاين فيرجاتيف، هقول لك اسمه وحاجه بنسميها لاكتيولوز. دواء بنسميه لاكتيولوز. وانت بتذاكر لان مفيش وقت للرغي بقى والكلام ده، هتذاكر السلاين وهتذاكر اللاكتيولوز. تعالى بقى السلاين فيرجاتيف ده يسموه بالعربي شربه الملح، المصري يعني شربه ملح. كويس؟ اشهرهم هو اسمه مغنيسيوم صلفيت. المغنيسيوم صلفيت ده بيبقى عباره عن محلول العيان بيشربه الصبح اول ما يصحى من النوم كده على معده فاضيه. سهله؟ اشربه اون امتي ستومك، لان لو اتشرب بعد الاكل تركيزه بيقل قوي نتيجه وجود بقى الاكل والعصاره المعويه، فلازم يتاخد الصبح على معده فاضيه. في قاعده مهمه بقى قوي ان شاء الله كده في مجموعه الفيرجاتيفز، اللي بيشتغل فيهم بسرعه يتاخد في وقت معين، واللي بيشتغل فيهم متاخر يتاخد في وقت تاني. يعني السلاين فيرجاتيف ده بيشتغل بعد ساعه مثلا. تحب تديه الصبح لما اصحى ولا تديه بالليل قبل ما انام؟ الصبح. ايه رايك؟ الصبح ولا بالليل؟ فكر كده. الصبح. ليه مش بالليل؟ مش هصحى من النوم. بالظبط بالظبط كده، هصحى من النوم عايز اروح الحمام. صح كده؟ فيتاخد الصبح. طب في ابيض بتشتغل بعد 8 ساعات و10 ساعات و12 ساعه. اخد الصبح ولا بالليل؟ اخد بالليل، مش كده؟ اخده قبل ما انام ات نايت. عقبال ما اصحى ان شاء الله تاني يوم الصبح يكون بدا يشتغل. فبما ان ده اشتغل بسرعه السلاين بيتاخد الصبح، وزي ما قلت لك يتاخد على معده فاضيه علشان ما يقلش تركيزه، اللي هو كله معتمد على الاوزموتيك افكت. طيب المغنيسيوم صلفيت ده نوت ابزوربد من الجي اي تي. خلاص يبقى قاعد جوه الجي اي تي. وهذا الدواء ليه اوزموتيك اكشن. فاكرين زمان، مش زمان قوي، لا زمان والله، في السنه اللي فاتت دلوقتي، السنه اللي قبل اللي فاتت في الجنرال فارماكولوجي كان في طريقه شغل الادويه اسمها الفيزيكال ميكانيزم اوف اكشن. كان تحت عنوان الفيزيكال ده كان في حاجتين، حاجه اسمها ادزوربشن وجاي ان شاء الله دلوقتي حاجه اسمها اوزموزس. اوزموزس معناها ان بالاوزموتيك اكشن بتاعه يجمع ميه. طب انت استفدت ايه بقى؟ لما اخدت شوربه الملح الصبح دي استفدت ايه؟ قاعد جوه الجي اي تي وعمال تجمع ميه، كمل بقى انت عشان انا زهقت. جمعت ميه معناها عملت بلك. لما عملت بلك عملت ديستنشن، ورا الديستنشن ريفلكس بريستنسز، وراها ايفاكيوشن. الخناقات دي بتبقى مسليه والله، بس مش وقت ما احنا عايزين نعرف ايه الموضوع. بس مش مهم. طيب الدواء الثاني بقى المهم اللي بنسميه لاكتيولوز. لاكتيولوز ده عباره عن شراب، هو عباره عن سينثيتيك دايسكرايد، يعني دواء مصنع عباره عن نوعين من السكر مع بعض. اللي يهمني بقى هاتي. هذا الدواء العيان بيبلعه بيوصل لحد القولون. كويس؟ الدواء بيمشي عادي بقى اسمه الانتست لحد ما يوصل للكولون. الكولون فيها بكتيريا. الكولون مليان بكتيريا. البكتيريا دي بتحول اللاكتيولوز لمركب اسمه لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده يجمع ميه. اللاكتيك اسيد يجمع ميه. خلاص بقى صح؟ ميه يبقى بلك يبقى ستريتش يبقى بريستنس يبقى ايفاكيويشن. الاهم من كده بقى، ده السؤال اللي بيجي، اللاكتيك اسيد بيموت البكتيريا اللي في القولون اللي بتصنع الامونيا. اللاكتيك اسيد يموت بكتيريا موجوده بطبيعتها عايشه طبيعي في القولون، هذه البكتيريا بيسموها امونيا بروديوسينج بكتيريا. طيب انا ما اعرفش اسمها والله يا بس الفكره ايه بقى؟ في سيروز صح؟ دوت سيروز؟ لا اسيدوز. اسيدوز؟ لا لا لا. الفكره كلها ايه بقى؟ لو انا انسان الكبد بتاعي سليم والكدني بتاعتي سليم، خلاص؟ عندي بكتيريا في القولون بتصنع ماده اسمها
الامونيا. كويس؟ الامونيا بتمتص تروح على الليفر تكسر، يعني ليش تكسر؟ تتحول حاجه بنسميها يوريا، صح؟ مش كده؟ وبعدين لو الكدني بتاعتي سليمه اليوريا بتنزل عن طريق اليورين ويا دوب بدخل الشر، ما دخلش في جسمي اي ماده سامه. لو انا عندي ليفر سيروزس، لو انا عندي مشكله في الكبد وبدات وظائف الكبد تختل، عندي امونيا برودوسينج بكتيريا، صح؟ صنعت امونيا في القولون، الامونيا راحت على الكبد، الكبد ما عرفش يحولها لليوريا، ففضلت تعرف الدم ووصلت للبرين، عملت لي حاجه مشهوره جدا اسمها امونيا انكيفالوباثي او يسموها انسيفالوباثي انت وعلامك. بدا يحصل مشاكل في الوعي وممكن تدخلني في غيبوبه الكبد. خلاص؟ العيان ده حله ايه بقى؟ ان انا اموت البكتيريا، صح؟ اعملها ازاي؟ اديله دواء اسمه لاكتيولوز هيروح على القولون. البكتيريا نفسها تحوله لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد يموتها او يعني بمعنى اصح يوقف التسمم. بناخد معاه دواء تاني يمكن سمعناه زمان في الكيموثيرابي مش مهم النهارده بقى. اسمه نيومايسين. تبع مجموعه الامينو جلايكوزايدز كان بيتاخد اورال ويفضل محبوس برضه في الجي اي تي يموت البكتيريا اللي بتصنع. يبقى لاكتيولوز يتاخد في حاجتين بقى ان شاء الله عشان ده مهم في الام سي كيو، يتاخد في الكرونيك كونستيبيشن الناس اللي عندها امساك مزمن لانه هيعمل بالك والقصه بتاعت الايفاكيويشن، واهم من كده الحقيقه هو ليه دور مهم قوي في الناس اللي عندهم هيباتيك انسفشنسي، الناس اللي عندهم سيروزس او اي خلل في وظائف الكبد عشان ما اخليش البكتيريا عندهم تصنع لي امونيا لان انا مش قادر ان انا احول الامونيا الى يوريا. اه غالبا هو بيموت انواع كتير قوي من البكتيريا بس اهم حاجه بيشتغل على البكتيريا اللي بتصنع الامونيا. يعني مش تطلع امونيا اصلا. نعم؟ ما بيطلع بالظبط. انت كده وقفت البرودكشن بتاع الامونيا وبالتالي ما عندكش مشكله بقى ان تعرف الدم وتعمل لي مشكله في الانكفالوب. يبقى عرفنا كده الكلمتين بتوع البلك، خدوا بقى حقهم ان شاء الله. التركيز يا جماعه المره الاخيره على السلايم برجر والمغنيسيوم سلفيت ويتاخد امتى وبيعمل ايه والقصه دي، وعلى اللاكتيلوز وطريقته بقى شغله كبرجاتيف، والاهم من كده شغله في الامونيا انكيفالوب. لوبريكانت ما عندناش غير اسم واحد، ده اسمه ليكويد بارافين، وبين قوسين كده يسموه بارافين اويل، زيت البارافين. خلاص؟ ده عباره عن مينرال اويل، مينرال اويل. ودول عليه فيكسد اويل، فيكسد يعني ما هواش من الحاجات الفولاتايل اويلز، يعني مش من الحاجات المتطايره يعني. انا اللي يهمني بقى في ليكويد بارافين ده انه بيتاخد اورا ويتاخد بالليل. تفتكري بقى بيتاخد بالليل؟ عشان ديلي اونس، اشتغل بعد كام ساعه كده فتصل الى 10 ساعات فيتاخد بالليل. هيعمل ايه هذا الدواء بقى في الفضلات؟ هيعمل لوبريكيشن اوف هارت ستونز فيسهل عمليه الايفاكيويشن. اخطر حاجه بتتسال عليها الاثار الجانبيه بتاعت الليكويد بارافين. ده يتذاكر بقى كويس. الحفظ بيعمل ايه؟ سايد افكتس. اول عيب فيه انه بيقول عليه باد كونسستنسي. عارفين انت بتشرب زيت، عمر حد جرب يشرب زيت؟ شعور سخيف يعني لازق فيه لزوجه كده وشعور بايخ. فاضحكوا على الناس وحطوه بقى على عصير فواكه او على حاجه تقلل شويه بس الايه؟ الاحساس السخيف بتاعه، يقول عليه باد كونسستنسي. الاهم من كده بقى هو يقلل امتصاص الفات سوليبل فيتامينز. فاكرينه؟ فات سوليبل فيتامينز A D E K مش كده؟ اكتر واحد الحقيقه هيتاثر هو فيتامين K. اكتر واحد هيقل امتصاصه فيتامين K اللي بناخده بقى مع الاكل والخضار والقصه دي. مش عايز الله ينور عليك. مش عايزين نخرج بره الموضوع يعني، بس طالما مفيش فيتامين كي يبقى مفيش بروثرومبين 7 و9 و10. تلاقي العيان ده يجيله خلاص. اللي بعدها يقلل امتصاص بعض الادويه وخصوصا الاورال كونتراسبتيفز. حد يترجم بقى، واحده ست بتاخد اقراص منع الحمل وعندها امساك من الحمل غالبا، كويس؟ الحمل بيعمل امساك. فاخدت معاه زيت برافين. بلاش حمل لان لو حمل خلاص مش هتعمل تاني، خليها مش حمل. عندها امساك خلاص. كويس؟ خلاص من الحمل مع زيت برافين، زيت البرافين يقلل امتصاص الاورال كونتراسبتيفز. الست ده هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها حمل. هيحصل لها حمل. شيل الف مبروك. لان الدواء ما عادش بيبص نتيجه ان هو قلل امتصاص الاورال كونتراسبتيفز. ليكويد برافين.
دكتور هي لو هنا بقى زودت الدوز تنفع ولا كده اصلا؟ لا هو بقى سيتبرافين يعني لو هي عندها امساك دي حاجه ثانيه بقى مش لازم سيتبرافين. اكتر عيب بقى بيجي في الامتحانات لو حصل ليكج او فيز دراج او سايد ذا انس او اراوند ذا انس. عارفين ليكج معناها تسريب مش كده؟ يعني هو داخل جوه الجي اي تي كده وبدا يطلع منه شويه دروبس كده حوالين الانس بيعمل اريتيشن فظيع في المنطقه اللي حوالين فتحه الشرج ويعمل هرش يسموه بروريتس ايناي. مش صعب مش كده؟ بروريتس معناها اتشنج وايناي ما هي في منطقه الانس. طيب لو في جرح في هذا المكان او حوالين الانس او الريكتم او الحته دي عاملين عمليه جراحيه يقلل قوي الووند هيلينج يقلل عمليه التئام الجروح يقلل الفيروز بقى والقصه بتاعت الووند هيلينج. دي اشهر عمليات بتتعمل بقى في المنطقه دي. عمليات البايلز اللي هي البواسير وعمليات الفيشر اللي هو بنسميه الشرخ او الناسور. لو واحد عامل كده هو على فكره اللي عامل عمليه من دول بنبقى عايزين نخلي الستولز سوفت عشان ما يبقاش في الم اثناء الديفيكيشن. بس ما اقدرش اعملها بالليكويد بارافين لان الليكويد بارافين هيبقى حلو ان هو بيقلل الهارد ستولز لكن في نفس الوقت هيقلل التئام الجرح. ساعات بيعمل حاجه اسمها انال بوليباي يطلع كده زوائد جلديه حوالين الانس دي كلها مشاكل نتيجه الليكج بتاعه. اذا حصل بقى المفروض الدواء ده يمتص، المفروض ان هو ما بيمتصش خالص، لكن لو جزء منه يمتص ودخل على الدوره الدمويه بيعمل حاجه يسموها مش مكتوبه في الكتاب ولا في المذكره بس يسموها فورين بودي رياكشن او فورين بودي جرانيولوما. يعني الجسم بيعتبرها كانها حاجه غريبه ويحصل حواليها انفلاماتوري رياكشن. الكلام ده اكتر مكان بيحصل فيه هو اللنج. يعني يوصل نقط زيت كده مع البلاد سبلاي للرئه فيحصل فيها انفلاماتوري ريسبونس. فالعيان ده يجي له اعراض شبه جدا النمونيا. اعراض شبه قوي لالتهاب الرئه. ويطلع في الاخر لما تعرف بقى قصته تعرف ان هو كان بياخد ليكويد بارافين عشان الامساك وده كله مجرد رياكشن مش انفكشن. ما عندوش بكتيريا ولا عدوى ولا حاجه. هي يعني القصه كلها حصلت نتيجه الزيت اللي جاي من الليكويد بارافين اللي عمل اريتيشن في المنطقه بتاعت اللنج. فيسموها ساعات ليبيد او ليبويد نمونيا. يعني التهاب رئوي بسبب الدهون مش بسبب عدوى بكتيريا. يبقى هنحفظ ان شاء الله الجزء ده مهم قوي الادفيرس افكتس بتاعت الليكويد بارافين. الجزء بقى اللي بنسميه المجموعه دي بقى اللي بنسميه او ده اللي بنسميه السيرفكتنت. فهمنا فكرته؟ قلل سيرفس تنشن اوف ذا هارد ستولز بقى الاوز ووتر بنتريشن فيحصل نوع من الديسنتجريشن او الدستراكشن بتاع الهارد فيه كانت. اسم الدواء هو اللي بايخ بقى يعني مفيش في حاجه تتسال اكتر من ان هو اعرف اسمه وبيعمل ايه. اسمه دوكيوزيت صوديوم. دوكيوزيت صوديوم ليه اسم تاني ما اعرفش هو بقى بيستخدموه ولا بطلوا. اسمه داي اوكتايد صوديوم سلفو ساكسيديت. انا ما رضيتش اكتبه والله في المذكره حاسس على مشاعرك. هو الاسم ده هو المفروض انه بيتسمى في الطب دلوقتي خلاص دوكيوزيت صوديوم خلاص. ليه اسم قديم اتلغى بس اظن الكتاب لسه كاتبه مش عارف بصراحه. بس يعني مش هتحفظه طبعا بس لو حصل في الام سي كيو لقيت اسم بايخ كده بعرف ان هو ده بقى يعني هو ده. طيب اوكتايد صوديوم سلفو ساكسينيت هو نفسه الدوكيوزيت صوديوم. يبقى عرفنا كده المجموعه اللي بنسميها مجموعه الفيزيكال. المجموعه الكيميكال بقى او بيسموها الايريتانت دي احنا قسمناها مايلد ومودريت. خلاص السيفير لا يستخدمه. السيفير كان لهم اسم قديم كده كانوا يسموهم كاثارتكس لا يستخدموا لان هم مريضين اعراض ايجابيه هقولها لك ان شاء الله دلوقتي بشكل عنيف قوي. بس هتلاقي كلمه في الكتاب في المذكره كده اسمها اوبسوليت. they are obsolete. كلمه اوبسوليت في الطب دي معناها لا يستخدم ما عادش موجود حتى في الطب اصلا. طيب فهمنا فكرته مش كده؟ عايزين نعمل اريتيشن عشان يحصل وراها كريستالسز وايفاكيوشن. مين بقى هم المايلد؟ عندنا اظن على حسب كتاب القسم كده المايلد عندنا فيه دواء واحد اسمه الكاستور اويل. دواء اسمه كاستور برافو عليك اسمه بالعربي زيت الخروع. ده بقى بلانت اوريجن يعني فاكرين الليكويد بارافين ده كان مينرال جاي بقى من مشتقات البترول. لكن ده جاي من نبات نبات الخروع ده خلاص فيقولوا عليه بلانت اوريجن ويقولوا عليه بقى كاستور اويل. اهم معلومه سيادتك هتعرفها الدواء ده بيتبلع اورا. بص كده اخدنا زيت البارافين برضه بناخده الصبح. طب كم واحد بقى بيتاخد الصبح؟
اثنين اللي هم شربة الملح اللي سميناها المغنيسيوم سلفيت وده. اي واحد في النص بقى في الكعب اللي فيه كده يبقى ده بتاع بالليل. اي واحد تاني ليكويد بارافين باي اوكتايد مش عارف ايه كلهم بيتاخدوا بالليل. الاثنين بتوع الصبح بس هم دول. طيب هيتاخد اورال ووصل كده للسمول انتستين لابد من وجود بايل عشان الدواء ده يشتغل. لازم يكون في الجي اي تي في السمول انتستين بايل جاي من الليفر او جاي من الجول بلادر. خلاص بيعمل ايه بقى البايل؟ البايل ده فيه انزيم اسمه لايبيز هيفتت هذا الزيت كاستر اويل ده هيتكسر في وجود اللايبيز لحاجه بنسميها ريسين اوليك اسيد وماده اسمها جلسرين. ريسين اوليك اسيد انا ما اعرفش طبعا ايه هو ده بس يعني حافظه من زمان كده وحاجه اسمها جلسرين. الاثنين بيعملوا اريتيشن جوه الميكوزا فيعملوا ريفلكس بريستنس. السؤال بقى اللي بيجي هنا مين الدواء في مجموعه البرجاتيفز اللي ما يشتغلش لو العيان عنده اوبستراكتيف جوبس؟ سؤال بيجي بقى بقاله مليون سنه يا ريت يجي والله السنه اللي بقى كمان يبقى كتر خير. مين الدواء اللي ما ينفعش يشتغل الا في وجود البايل؟ هو ده. لو عندي اوبستراكتيف جوبس معناها البايل مش واصل للانتستين معناها مفيش لايبيز يبقى ما حولناش الكاستر اويل الى ريسين اوليك اسيد وجلسرين وبالتالي فقدنا الاليفنت اكشن بتاعه. صح ممكن شويه ولو ان حتى في الكوليسيستكتومي بيوصل برده شويه فايل يعني بيوصلوا شويه صغيرين كده من الليفر على طول من غير بقى ما يكون كونسنتريتد قوي. يبقى ده بالنسبه لي كده الجزء بتاع المايل المودريت. دكتور هو الكاستر اويل هو العادي يعني زيت الخروع العادي؟ نعم زيت الخروع العادي بيتباع عادي ده حتى بيستخدموا حاجات ثانيه غير الايفاكيويشن يعني. المودريت في منهم مجموعه اسمها انثراسين ديريفاتيفز. انثراسين ديريفاتيفز هتلاقي بقى مكتوب اسامي غريبه كده كلها بتاعت العطارين بقى. حاجه اسمها سنه والعربي مالهاش ترجمه اسمها سيناميك ما فرقتش حاجه اسمها سنه بالانجليزي وسيناميك بالعربي. حاجه اسمها الوي او في ناس بتنطقها الو او الوي ما اعرفش ده النطق الصح كل واحد بقى وعلامه اللي هو الصبار. وحاجه اسمها كسكره ترجمتها بالعربي كسكره كويس. الحاجات دي كلها لما بتتاخد هي ليها قصه طويله والله وفي الاخر مالهاش لازمه والله يعني تبقى القسم لسه برضه بيقول لك انها ايه توصل للارج انتست وبعدين تمتص كويس وبعدين ترجع تاني يحصل لها اكسكريشن في اللارج انتست وبعدين بتديك مواد كيميائيه حاجه مواد كده اساميها صعبه شويه بتعمل اريتيشن. المهم بقى في الاخر they are moderate irritants. مين هم بقى الاسامي دي خلاص يبقى دي كلها على بعضها كده اسمها الانثراسين ديريفاتيفز. الدواء هيملا 2 تحت المودريت دواء اسمه فينول فتالين. سمعتوا عنه في معمل البايب زمان؟ فينول فتالين ده ديتكتور كده بنعرف بيه البي اتش بتاعت الحاجات صبغه كده. الدواء ده لما بيتاخد اورا بيدخل على الجي اي تي يعمل اريتيشن فيعمل ايفاكيويشن. معلش عشان خاطر لان انا برضو يعني مش عارف نظام الامتحانات يبقى اسامي قديمه حاجات جديده. انا عايز بس تعرف الفينول فتالين ده ان هو كلمتين بس والله مش اكتر ان هو ليه انتيرو هيباتيك سيركوليشن. الفينول فتالين ده ليه حاجه اسمها انتيرو هيباتيك سيركوليشن خلاص فاهمين معناها مش كده انه هيرجع يمتص وبعدين ينزل تاني مع الفايل على جي اي تي ويرجع شويه يمتص يعني معناها ايه بقى خلاص. الحاجه الثانيه عشان برضه من المعلومات اللي كانت قديمه شويه انه دواء كاميوراتيف دواء كاميوراتيف دواء بيتراكم. تعرفين امتى الدواء يتراكم في الجسم؟ قاعدة عامة يعني في الفرمة امتى الدواء يبقى عليه كاميوراتيف؟ لا مش شرط لو بنتكلم بس على كاينتكس يعني يكون معدل اعطائه اسرع من معدل التخلص منه. ريت اوف ادمنستريشن اكسيدز ذا ريت اوف ادمنستريشن خلاص يبقى ده من الادوية اللي بيحصل لها كاميوريشن. الدواء ده بينزل في اليورين شوية وبينزل مع البريست ميلك شوية. المهم بس لو نزل في اليورين كان لو وكان اليورين البي اتش بتاعه الكلاين يعمل ريد يورين الدواء اللي بينزل في البول كويس. لو كان اليورين الكلاين لاي سبب بقى انفكشن ادويه اي حاجه ساعتها لون البول هيرفع. ايه معناها بقى بالنسبه للعيان دي؟ يبقى يخاف مجرد بس ان هو هيتخض يلاقي هو لون البول احمر يبقى كانسر ولا ستون ولا مش عارف ايه فانت تفهمه بقى والله لو لون البول احمر يبقى مش مشكله ده من الدواء اللي انت اخدته خلاص.
يا بس كلمتين كده عن الفينول فتالين، لان هو دواء قديم. كل اللي مطلوب من سيادتك تعرفه ان هو مودريت ايريتانت، وان هو ليه انتيريور هيباتيك سيركيليشن ورامبيكيليشن، وبيتاخد بالليل اللي بيشتغل متاخر وكل المعلومات. اخر واحد في المجموعه بتاعت المودريت حاجه بنسميها بيس اكودايت. بيس اكودايت البيس اكودايت شبه الفينول فتالين قوي، بس ملوش انتيريور هيباتيك سيركيليشن، شبهه جدا في كل حاجة، بس الفرق بينهم ان هو ملوش انتيريو هيباتيك سيركيليشن. وفي دواء اسمه صوديوم بيكوسلفيت شبه البيس اكودايت، الاثنين كده مشتقين من بعض يبقى نفس الاكشن. خلاص السؤال بقى لا كله بيتاخد بالليل، كله بيتاخد بالليل ما عدا الاثنين احنا قلناهم. نعم؟ لا شورت نسبيا، شورت انا مش هو الصبح وبالليل معتمد على ديوريشن ولا على اونسيت؟ اونسيت مش كده؟ اشتغل متاخر ماليش دعوه بقى بيشتغل كام ساعه. امتى ادي بقى حاجه تعمل انتستاينال ايفاكيوليشن؟ مين العيال اللي محتاجين اعمل له انتستاينال ايفاكيوليشن؟ اول واحد اللي عنده كونستيبيشن، صح؟ اللي عنده امساك. لو انت عايز تفضي بسرعه، ادي حاجه بتشتغل بسرعه. صح كده؟ يعني ادي مغنيسيوم سلفيت او ادي كاستر اويل. لو انت مش مستعجل اللي عنده كرونيك كونستيبيشن ادي له اي حاجه تعجبك، واكتر واحد بيستخدم الحقيقه هو ده اللاكتيد. طيب ايه تاني غير ان انا عالج كونستيبيشن؟ فيكشن عايز فضي القولون من الفترات فتره. دكتور هو اللاكتيلوز اكتر واحد يستخدم؟ في الكرونيك. مع ان اللي عنده امساك مزمن هتلاقي اللاكتيلوز ده بيستخدم كتير جدا. مع انه هو عنده في ديس ادفانتج يعني. في عندي سايد افكتس. في اللاكتيلوز؟ ملوش قوي اعراض جانبيه يعني. الناس اللي عايزين نفضي القولون من الفترات، لان وجود الفترات ممكن يؤدي الى انفكشن بعد كده. وجود الفترات ممكن يعمل تلوث في مكان ما، زي اللي هيعمل عمليه جراحيه، واحد هياخد اوضه عمليات ما ينفعش ادخل اوضه العمليات من غير ما اكون فضيت القولون قبلها. واحد هنعمل له منظار، واحد هنعمل له اكس راي. اي حاجه من دول اولا بحب افضي القولون عشان الاشعه تبقى واضحه قدامي، وفي نفس الوقت عشان لو انا عملت اي تدخل جراحي ما يحصلش بعدها انفكشن، يبقى ده استعمال مهم قوي. علاج الهلمنتز، اللي هي الدلاق. فاكر بقى انت الاسكاريس والانتستوما والبلاو السوداء اللي عدت عليك السنه اللي فاتت دي؟ السنه دي كمان؟ ربنا معاك. ويدروبس يدروبس برضه وهيدروب اسنانه ولسه زي ما هم كده. الفكره ان انا بدي الدواء ده عشان انا بدي حاجه انتي هيلمنتك، فبتموت بالذات الاسكاريز بقى. لما الاسكاريز بتموت بتعمل كتله كده ممكن تسد الامعاء، تخيل؟ بتموت كده وممكن تعمل اوبستراكشن. فبدي غالبا قبلها وبعدها حاجه عشان افضي بيها القولون. يبقى ده استعمال من الحاجات المهمه مع علاج الهيلمنتز. في بعض حالات تسمم الادويه، مش في كل الحالات على فكره، هو الكتاب بيديك حاجه كده ان هو بيتاخد في كل حالات الدراج توكسيسيتي. اشهر دواء في الطب بحتاج ادي معاه بيرجاتيف هو المورفين. المورفين يا جماعه لو تفتكروا كان جزء منه بينزل في الاستومك مش كده؟ وبعدين يكمل بقى طريقه. والمورفين كان دايما معاه كونستيبيشن، دايما عيان المورفين حتى لو مدمن الكونستيبيشن ده ما كانش بيحصل منه تولرنس، كان يفضل دايما يعاني من الامساك. فكنت بعمل له غسيل معده، بديله حاجه اسمها بوتاسيوم بالمنجنيت، الكلام بقى بتاع السنه اللي فاتت ده. وكنت بديله تشاركول، فاكرينه؟ تشاركول ده الهدف منه ادزوربشن، برافو عليك، ان انا اشيل على سطح التشاركول المورفين عشان ما يمتصش. وبعدين في الاخر بقى اروح مديله فيرجاتيف اسمه مغنيسيوم سلفيت عشان افضي القولون من الفترات ومن المورفين وعالج الامساك وكل حاجه. اخر استعمال لو انا خايف من الستريننج، خايف من العيان بالعربي يحزق. كويس؟ مين العيان اللي انت خايف عليه انه يعمل ستريننج؟ اللي عنده هيرنيا، اللي عنده فتال مش كده؟ لو عمل شويه حزق كده يحصل استرانجليشن، الهيرنيا بتتخلق، دخلنا بقى في مشكله كبيره. الناس اللي عاملين عمليات جراحيه معينه من ضمنها حتى عمليه الهيرنيا نفسها، بنحط حاجه زي شبكه وبنخيط الاعضلات، فبرضه لو عمل ستريننج ممكن ياثر على مكان الجرح. الناس اللي زارعين مثلا عدسه في العين، العدسه لو العيان عمل شويه ستريلينج كده ممكن العدسه تتحرك من مكانها. بنخاف عليه يكح وبنخاف عليه يحزق مع الكونستيبيشن، فبندي ساعتها البيرجت عشان اقلل مشاكل البوست اوبريتيف. يبقى ده بالنسبه لي كده الاستعمالات وال انا حاولت والله بقدر الامكان جزء البيرجت ده نلمه يعني ان شاء الله.
كتاب القسم بقى السنه دي والسنه اللي فاتت كاتب كده ادويه بتستخدم في الكرونيك كونستيبيشن زي كده. هي بس مشكله الكتاب انه مش منظم خالص حقيقي، كاتب كده معلوين والدنيا ملخبطه، وتلاقي فجاه كده دخل في موضوع في بس شويه موضوعات كده او يعني ادويه جديده كده من ضمنها ادويه جديده بتتاخد في علاج الكرونيك كونستيبيشن. الادويه دي يا جماعه ببساطه شديده جدا معتمده على معلومه واحده بس، ان انا احاول ازود السكريشن اوف كلورايد انتو ذا انتستين. كلها كده الثلاث ادويه هنسمعهم ان شاء الله دلوقتي كل فكرتهم ادي الانتستين اهي، وادي الجلوكوز بتاعت الانتستين، البطانه بتاعت الانتستين اهي. انا عايز ازود الفلويد، عايز ازود الميه اللي موجوده عشان اتخلص اعمل بلك بقى، القصه اللي احنا حكيناها دي كويس. بعمل بقى قصه الفلويد دي ازاي؟ انا اخلي الخلايا دي تسكريت كلورايد ايونز انتو ذا انتستين. الكلورايد يجمع ميه، ساعه اقل من الصوديوم بكتير لكن يجمع ميه. وما دام جمعنا ميه يبقى بلك، يبقى ستنشن، يبقى فليكس، يبقى كل الموضوع. خلاص نيجي بقى للسؤال، ازاي اخلي الخليه تسكريت كلورايد؟ عندنا احتمالين، يا اما افتح كلورايد شانل موجوده على السيل ميمبرين، افتح قناه معينه كده يسموها كلورايد شانل تايب 2، مش مهم التفاصيل قوي بقى، المهم ان انا بفتح كلورايد شانل خلاص، فالكلورايد اللي جوه الخليه يطلع بره وينزل في الانتستين ويحوش ميه ويعمل بلك. الحل الثاني بقى، لقوا ان انت لو زودت السايكليك جي ام بي جوه الخليه، زودت سايكليك جي ام بي، هو جاي منين ده؟ السايكليك جي ام بي ده بيجي منين؟ جي تي اي عن طريق شغل الانزيم اسمه ايه بقى؟ جوانيليت سايكليز. خلاص؟ لو نشطت الجوانيليت سايكليز زودت سايكليك ام بي جوه الخليه دي. لما تزود السايكليك ام بي تفتح هي الكلورايد شانل. تفتح الكلورايد شانل فيحصل حاجه اسمها بورينج اوف كلورايد. تصب كلورايد جوه الهيومن اوف ذا انتست. خلاص؟ يبقى عندي مجموعتين ادويه الهدف منهم حتى يسموهم كده كلورايد سكريتورز، ادويه بتزود افراز الكلورايد جوه الهيومن. يا اما اعملها عن طريق ان انا افتح كلورايد شانل وهنسمع ان شاء الله الاسم دلوقتي ده اسمه لوبي بروستون، يا اما عن طريق ان انا اشرب جوانيليت سايكليز فزود الاندوجينس او الانترا سيلر سايكليك ام بي هو اللي يفتح لك الكلورايد شانل فالمحصله سكريشن اوف كلورايد. اللي بيعمل الخطوه الاولى بتاعت الاوبننج اوف كلورايد شانل ده اسمه لوبي بروستون. لوبي بروستون حد بيشبه على اسم بروستون يعني بروستاجلاندين صح، حاجه من مشتقات البروستاجلاندينز الجديده. الدوائين بقى اللي بيشتغلوا عن طريق ان هم يزودوا الجوانيليت سايكليز والسايكليك جي ام بي، دواء اسمه لينا كلوتايد، ما اعرفش حاجه من السنه اللي فاتت نزلوا في المنهج وما كانش امتحان اصلا كله نجح بالابحاث، ما اعرفش بقى السنه دي باعتبار ان هم ما لحقوش يسالوا فيهم ممكن دواء جديد يتسال فيه في الام سي كيو. دواء اسمه لينا كلوتايد، دواء لينا كلوتايد، ودواء اسمه بليكانتايد. الاثنين دول طريقتهم زي بعض بالنسبه لي ان هم بيشتغلوا عن طريق اكتيفيشن اوف جوانيليت سايكلز. يبقى دول ثلاث ادويه ان شاء الله بيتاخدوا حديثا في علاج الكرونيك كونستيبيشن. ميه فدني الميه. في ناس بتقول لي علاقه بالموتيليتي شويه بس هو غالبا بتجميع ميه وميه بلك بقى وقصه. وبيخافوا يدوا حاجه ليها علاقه بالصوديوم لان هي ممكن تعمل ديهايدريشن، ممكن تعمل بالمناسبه بس اللي في حته فاتتنا كده اللي هي العيوب بتاعه الايرتنت بيرديتورز. كان مكتوب كده على الورق كده بيرس افكتس اوف ايرتنت بيرديتورز موجوده في الورق ولا انا نسيتها ولا ايه؟ لا في اللي فات. عيوبها متوقعة جدا، يعني أنت بتدي دواء بيزود الموتيليتي بتاعت الجي أي بي، تتوقع منه إيه؟ دايرية وكوليكس، مش كده؟ يحصل منه كوليكس ويحصل منه دايرية، والقدام كان بيحصل حتى منهم ديهايدريشن لدرجة إن العين يفقد سوائل لدرجة الجفاف. العيب التاني فيهم بيعملوا حاجة اسمها بيلفيك أند كراين كونجيشن. بيلفيك هم ايرفنت صح؟ زي ما عملوا الاريتيشن كده وخلوا الحركه تزيد بيزودوا البلاد سبلاي لمنطقه الحوض يوسعوا الاوعيه الدمويه فيحصل حاجه يسموها بيلفيك كونجيشن. يخوفك امتى بقى؟ لما يحصل كونجيشن اوف ذا يوترس. يوتراين كونجيشن. يحصل ايه بقى في اليوترس لما يحصل له احتقان؟ كونتراكشن. خلاص؟
كونتراكشن ده وراه حاجه من الاثنين، يعني لو هي عند ست ستريت هيحصل زياده في البليدنج، لو هي ست حامل يحصل ابرش. وعلى فكره في الطب الشعبي بقى في المناطق الشعبيه عارفين المعلومات دي. الادويه دي ساعات مش ادويه حتى، ده بيروح عند العطار يقول له سنه وصبار وسيراميكي وملابيكي والحاجات اللي قلناها دي، تجيب الخلطه دي تشربها عشان تعمل ايفاكيويشن اوف بس كامل اجهاض. لان هو بيعمل كده فعلا اريتيشن جامد وكونجشن وكونتراكشن اوف ليترس. فممنوع ان هو يتاخد دورينج منستريشن او دورينج بريجنس. العيب الاخير بقى انه ممكن ينزل مع البريست ميلك، فتلاقي الطفل بقى الام عندها امساك والطفل يا عيني عنده ايه؟ سات عنده دايريه، والراجل شمتان فيهم الاثنين اكيد يعني. يعني الست تعبانه من الامساك والواد عمال يجي له مغص واسهال، لان هو بينزل شويه مع البريست. كان زمان بقى الادويه القديمه بتعمل حاجه اسمها بيرفوريشن ومش عارف ايه وانسليشن في الجي اي دي، ما عادتش موجوده. نرجع بقى لعنوان مهم اللي هو دكتور، هو ازاي هيعمل كونديشن حق البلد كويس؟ قصده دايريتيشن اي مكان. على فكره لو حطيت اي حاجه معينه كده على الجلد مش هتلاقي جلد احمر، لان حصل بازو دايريتيشن في المكان. اي ماده ايريتنت بيحصل ريفلكس برضه، يحصل نوع من البازو دايريتيشن برد فعل ملوش دعوه بقى خالص بالسي ان اس مثلا ولا بالسنتر بتاع الاوتوميك ولا حاجه. علاج الدايريه حاجه مهمه في الام سي كيو، وهي هم كلمتين صغيرين كده ان شاء الله على قد ما قدرنا نجمعهم. انتوا عارفين ليه بيحصل دايريه؟ يعني اشهر اسباب الدايريه هي برافو عليك انفكشن صح؟ الانفكتيف اورجانيزم ده سواء بقى بكتيريا ولا بروتوزوا زي الاميبا ولا غالبا بيطلع منه توكسين، غالبا بيطلع منه ماده مهيجه للميوكس ممبرين. فتبتدي تعمل ايه بقى؟ تبتدي تخلي الخلايا تنزل ميه وتنزل معاها املاح، فهي دي الدايريه. واكتر حاجه مزعجه في الدايريه مش ان انا بروح الحمام كتير ولا ان انا عندي مغص، اكتر حاجه اللي ممكن يحصل ديهايدريشن، وخصوصا في الاطفال لان نسبه الميه عندهم عاليه جدا في جسمهم. طيب علاج الدايريه هيعتمد على حاجتين، حاجه اسمها سبيسيفيك تريتمنت او يقولوا عليها كوزال تريتمنت، يعني عامل الانفكشن صح. لو هي بكتيريا هدي انتي بايوتيك انتي مايكروبيال كتير بقى. لو انت فاكر كده كان قشره مجموعه اسمها الكيدرونز سايكروفلوكساسين واسامي كتير عدت عليه. لو هي اميبا، لو هي بروتوزوا زي الاميبا او الجياردي، بندي حاجه اسمها مترونيدازول اللي هو الفلاش، يبقى ده بيقولوا عليه كوزال او سبيسيفيك. طب نون سبيسيفيك بقى تعالج بقى المشاكل. اهم حاجه عليك هي الديهايدريشن، وما تشغلش بالك بقى اذا كان لسه كتاب القسم كاتب لك الريهايدريشن ثيرابي محلول معالجه الجفاف، وده بيتاخد اورال، وفي الحالات العنيفه بيتاخد برينترال، بيتاخد عن طريق وريد. ومش مهم المكونات، هتلاقي مكتوب بقى صوديوم وكلورايد وجلوكوز ومش عارف ايه، وقصه مالناش دعوه بيها بقى ان شاء الله تاخدوها في طب الاطفال. المهم ان انا اعوض السوائل والاملاح اللي فيها. تاني حاجه بقى مهمه في علاج الدائريه حاجه يسموها انتستاينال بروتكتيفز او يسموها ميوكوزال بروتكتيفز. انت عايز تحمي الميوكوزا من ايه؟ الانفكشن التوكسين صح؟ عندنا ثلاث طرق اقدر اعملهم. اول طريقه بيقولوا عليها الادزوربنتس، ادي حاجه تعمل ادزوربشن. هو الشاركول نظريا صح مش كده؟ لكن عاده بنستعمل في الدايريه ماده اسمها الكاولين. ماده اسمها الكاولين اسمها حتى بالعربي كاولين. بص هتلاقي كده ازازه الدواء بتاعت الاسهال مكتوب عليها كده كاولين وتباشير، حاجه اسمها تشوك. تلاقي لونه كده عامل زي التباشير بتاع السبوره يعني ابيض كده، بودره بيضاء خلاص؟ ده بيعمل ادزوربشن اوف توكسين. نمره اثنين حاجه اسمها ابزوربنت. يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ امتصاص. يعني ايه بقى؟ امتصاص الميه. يعني الدواء يمتص السموم. فاهم الفرق؟ يعني ادي التوكسين اهو. لو انا بتكلم على ادزوربشن يبقى التوكسين اتشال على سطح الدواء ونزل دي مع الفترات. لو انا بتكلم على ابزوربنت يبقى التوكسين دخل جوه الدواء، يعني كان الدواء حاول التوكسين عمل له امتصاص وبرده في الاخر نزل بيه عن طريق السموم. نمره ثلاثه حاجه ان شاء الله عدت عليك كتير في المنهج اسمها استرينجنس. الفرق ده على السطح شال على البارتكلز بتاعت الدواء من بره، وده داخل تركيبه الدواء. يعني ده لو سوليوشن كده هتلاقي الدواء ده بلع الماده السامه. كثرت حاجه لا خالص، المحصله واحده.
ان انا تخلصت من السم عن طريق ان هو نزل مع الجسم. حاجه اسمها استرينجنس يسموها بالعربي قواعد، والفارماكولوجي معناها بريسيبيتيشن اوف سيل بروتينز بتاعت السيل ميمبرين، يخلي البروتين بتاع السيل ميمبرين يترسب ويعمل كانه طبقه عازله. فهمت الفكره؟ يعني برسب البروتين، مش كل خليه كده عباره عن فوسفوليبيدز وبروتينز ومش عارف ايه في السيل ميمبرين. الاسترينجنس تخلي البروتينات تترسب، تعمل كانها لاير بروتين. اللاير دي عباره عن بروتكتيف لاير موجوده على سطح الخليه طبقه كده، بحيث ان التوكسين بتاع البكتيريا ولا الانفكتيف اورجانيزم مش قادر يعمل اريتيشن اوف ذا ميوكس ميمبرين. اشهر حاجه بتعمل كده ماده اسمها تانيك اسيد، عارفينها؟ موجوده في الشاي والقهوه مش كده؟ ودواء اسمه تينكتشر كاتيكوم. تينكتشر كاتيكوم، ما اعرفش اسمه ايه بالعربي والله، بس تينكتشر دي انا فكرتكم بيها من شويه. معناها دواء جاي من نبات اتغلى في الكحول، فطلع منه خلاصه النبات ده اسمها كده تينكتشر كاتيكوم، تيجي ترسب البروتين بتاع السيل ميمبرين. يبقى دي تحت عنوان نون سبيسيفيك او نون كوزال تريتمنت. عرفنا الريهايدريشن ثيرابي، وعرفنا نمره اثنين حاجه اسمها انتستاينال او ميكوزال بروتكتيف، يا اما اد زوربنت يا اما اد زوربنت يا اما حاجه اسمها اسفنت. نمره ثلاثه حاجه اسمها انتي موتيليتي دراجز. انتي موتيليتي دراجز عايز تعمل ايه بقى؟ عايز تعمل الحركه بتاعت الجي اي تي مش كده؟ دي اللي عماله تعمل بورنج او ايفاكيويشن سريع. مين بقى الادويه اللي تقلل الموتيليتي؟ ادويه على فكره عكس بعضها. يعني ايه؟ في ادويه اسمها الاوبيت اجونستس او اوبيويد اجونستس، يعني شبه مين؟ المورفين. لو تفتكروا السنه اللي فاتت اقوى دواء في التاريخ يوقف الدايريا، كويس؟ واظن حكيت لكم برضه قصه زميلي اللي كل سنه بستعين بيه في شرح المورفين ده. زميلي ده دكتور تخدير ومعاه دايما امبولات المورفين، يعني من حسن حظه معاه امبولات المورفين بيستعملها في التخدير والعمليات والكلام ده. فكان دايما يجي له دايريا يروح كاسر امبوله المورفين ويروح شاربها، يروح موقف الدائريه فجاه كده فجاه، او يعني في التو واللحظه يعني. مش مهم طبعا المورفين بيعمل كده ازاي، بس هو كان بيشتغل على حاجه اسمها الاوبييت ريسبتورز. اوبييت ريسبتورز لو تفتكروا بقى الميو والكابا الميو، خلينا في الميو اقوى واحد فيهم. ده بيعمل حاجه اسمها سبازموجينيك افكت، يعني كان الامعاء اتشنجت، الحركه بتاعتها وقفت. كويس؟ يقول عليه سبازموجينيك، يخلي البريستالسيس يقف خالص، درجه الامعاء ما بتتحركش بس واقفه في حاله تشنج، واقفه في حاله مش ريلاكسيشن، بالعكس بقى الانتستن متشنجه قوي، فما عادش فيه الحركه بتاعت البريستالسيس، يعني معناها الموتيليتي قلت. خلاص؟ طب ينفع استعمل المورفين بقى؟ يعني ينفع اعمل زي اخونا بتاع التخدير ده؟ ليه ما ينفعش؟ يعني عشان اعالج دايريا هبقى مدمن ان شاء الله في يوم من الايام، صح؟ فبدأوا الناس تفكر في ايه بقى؟ تدي دواء شبه المورفين بيشتغل على الاوبييت ريسبتورز بس ما يعديش تقريبا البلاد برين بارير، يشتغل على الجي اي تي. بفكركم ان شاء الله بالاسامي عشان مطلوبه مننا بقى. دواء اسمه لو بيراميد، لو بيراميد، ودواء اخوه اسمه داي فينوكسيليت. الاثنين دول شبه بعض الاثنين بالظبط، شبه المورفين بس شغلهم على الجي اي تي اضعاف اضعاف شغلهم على البرين. معلومه بس يعني عشان الذكرى والتاريخ، اللوبرامايد تقريبا ما بيعديش خالص البلاد برين بارير، الدايفينوكسيليت ممكن يعدي شويه. الدايفينوكسيليت يقدر شويه يعدي البلاد برين بارير. هيعمل ايه لما يتاخد ده؟ يعني هيعمل ايه في المركز؟ سيبك من الادمان، ان انا عايز وقت. هيعمل اكتر حاجه المورفين بيعملها هو اليسري، مش كده؟ اليفوريا ماشي طبعا، بس بيعمل حاجه اسمها ناركوزس او سيديشن، يخلي العيان كده هادي ومسترخي وعايز ينام. برضو يعني الاحتياط، الضيف الموسيليت ده ساعات بيتاخد معاه اتروبين، في تركيبه دوائيه كده فيها الضيف الموسيليت معاه اتروبين في نفس ذات الدواء. الدواء ده اسمه التجاري لوموتيبي، هو ما عادش موجود في الطب والله، بس عشان برضو لو ظهر في المالتيبل تشويس ولا حاجه. الليموتين ده اسمه تجاري، عباره عن كومباينيشن ما بين دوائين، دواء اسمه الدايفينوكسيليت اللي هو شبه المورفين ده، ودواء تاني معروف اسمه الاتروبين. الدواء ده لما كان بيتاخد في الاطفال اللي عندهم اسهال كان بيعمل بلاوي. سيبك من ان هو
بيعمل ناركوزس بيدروخ. الأتوبين بيعمل إيه في الجلد بتاع البشر؟ بيعمل فرش كويس؟ الأسوأ من كده بقى إنه كان بيعمل نوع من الباراليسيس في الانتست. بيعمل حاجة يسموها ميجا كولون بقى تعرفوها إن شاء الله بعدين. الحركة بتاعت الكولون بتقف خالص. فيضطروا يدخلوا قطر عمليات وقصة فعشان كده منعوه في الدنيا. لكن هو في المنهج لسه موجود. يبقى لو حصل في الامتحان ظهر لفظ الروتين يبقى هو كومباينيشن من ده اسمه الدايثين اوكسيدين شبيه المورفين بس ما بيعديش قوي البلاد برين بارير. ودواء تاني اللي هو الاتروبين وعرفنا بقى بيعمل فلاش بيعمل سيديشن بيعمل ناركوزس يبقى ده نوع من انواع الانتي موتيليتي دراجز. النوع التاني بقى من الانتي موتيليتي دراجز اللي هو متوقع بقى هو الاتروبين صح؟ سميها بقى انتي كولينرجيك سميها انتي مسكرينك سميها اتروبين لايك زي ما كان. الاتروبين ماشي ولو انه مش مستحب لان ليه اعراض جانبيه كتير. لكن في ادويه يسموها الاتروبين سبستيتيوتس زمان بقى في اطرامي دواء اسمه بروبانثرين دواء اسمه هيوسين بيوتايل برومايد اللي موجود اظن في الكتاب وفي المذكره هو البروبانثرين دواء شبه الاتروبين بس بيشتغل مينلي على جي اي تي فمالوش اعراض جانبيه مين ما ياخدوش؟ هما الاثنين دول احنا ورانا من اول ما خدنا فارما الناس الكبار في السن عشان الجلوكوما والرجال الكبار في السن عشان بنعيد بروستاتيك هايبرتنس. ده بالنسبه للعلاج بتاع الدايريه. علاج الكوليكس بنستخدم مجموعه اسمها الانتي سبازمودكس برضه هو نفس المجموعه انتي كولينرجيك دراجز اللي هو الاتروبين والهايوسين والبروبانثرين كل الاسامي الحلوه دي. في ادويه اسمها دايركت سبازموليتكس ما عادش حاجه في الطب اسمها دايركت خلاص ما عادش في حاجه كده بس احنا مش عارفين قوي الميكانيزم اوف اكشن بتاعه فنقول عليه دايركت. قلت لكم زمان على ايامنا وضعت الفارما جميله جدا كانت الادويه الميكانيزم اوف اكشن دايركت او النور ماشي حالك بقى خلاص كل العذاب اللي انت فيه من ساعه ما خدت الفارما سببه الميكانيزم وريسبتور ومش عارف ايه وانزيمز كان زمان الدنيا جميله والله قوي في الفارما يا اما دواء نون ميكانيزم يا اما دايركت يعني ايه دايركت ده ما تفهمش مني ليه كده يعني ما فيش حاجه اسمها دايركت لا خالص بجد ما فيش حاجه في الفارما مفيش حاجه اسمها دايركت هو ليه طريقه بيعملها كويس كلنا احنا مش عارفين او الموضوع بقى فيه نظريات واحتمالات زي الميبرين ده ماشي بس يا دايركت هو اكيد دي طريقه يعني ده اسمه ميبيفرين ميبيفرين معلش احفظه لان عليه سؤال كده ام سي كيو سخيف كده يقول لك دواء بيتاكل ما هواش انتي كولينرجيك لكن يوزد ان تريتمنت اوف سبازم او تريتمنت اوف كوليكس يبقى هو بقى الدواء اللي اسمه الميبيفرين. ساعات بقى في حالات الالام العنيفه بقى المغص العنيف بتاع المراره الميديال كوليك ده ساعات بيدوا مسكنات. انت اخدت بالك اللي فات دول الهدف منهم ان انا اعمل ريلاكسيشن في السموت مصر سواء بالاتروبين ومجموعته او بالدواء اللي بيشتغل مباشر اسمه الميبيفرين. لكن ساعات بضطر ادي انالجيزك في المغص الجامد بتاع الميديال كوليك. يا اما ادي نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج طبعا اشهرهم في السوق او في الطب الديكروفيناك اللي هو تجاريا الفولتارين او الكاتافلام حقنة الفولتارين في العضل دي تظبط الدنيا يعني. يا اما ادي حاجه شبيهه بالمورفين ادي دواء شبيه بالمورفين دواء اسمه ميبريدين مش عارف لو سالتكم ليه مش مورفين يعني ليه دواء شبيه بالمورفين ليه مش المورفين نفسه المورفين مسكن قوي صح لكن بيعمل ايه في السموث مصر؟ يبقى انت عملت حاجتين عكس بعض مش كده؟ تخفف الوجع عن طريق شغله على السير ناس لكن عملت تزود منبع الالم اللي هو السبازم. الميبريدين ده كان فيه ميزه حلوه بقى ان هو لو تفتكروا السنه اللي فاتت كان اتروبين لايك. يعني اشتغل زي المورفين وليه كمان اتروبين لايك اكشن. فصلح المشكلتين خفف البين وقلل كمان السبازم بتاع السموث مصر. يبقى عرفنا كده ازاي نعالج الكوليكس. علاج الانسر الكوليتس هي ما اعتقدش ان انت هتتسال فيه بس يعني برضو ابراء للزلمه يعني. عارفين الانسر الكوليتس ده اوتو اميون ديسيز مش كده؟ مرض فيه خلل في جهاز المناعه. في بقى حاجات منه مش عارف اسمها كرونز ديسيز وحاجات كده بتاعت زمان بقى بتاعت الهيماتولوجي ده. الفكره كلها بس لقوا ان من ضمن المسببات الرئيسيه للانفلاميشن اللي بيحصل في الانسر الكوليتس ماده اسمها ليكوتراين بي 4. انتوا عارفين الحاجات اللي بتعمل انفلاميشن في الجلد زمان الانفلاماتوري ميديتورز كان عندنا بروستاجلاندنز وعندنا حاجه اسمها بينينز وعندنا ليكوتراينز صح؟
ليك ترايز دي كانت دايما مرتبطه بالبرونكيال ازمه. لكن بالذات النوع اللي بنسميه سي ودي سي 4 ودي 4، لكن كان في منهم نوع ما كانش عدى علينا كتير، ده كان بيعمل امراض اوتو اميون، يعني ليه علاقه بالروماتويد، ليه علاقه بالالسن كولايتس والكلام ده. طيب ده ليه ريسبتورز؟ خلاص؟ الفكره كلها في معظم الادويه اللي بتتاخد عشان اعالج الالسن كولايتس ان انا احاول اقفل الريسبتور ده. سهله؟ اقفل الليكوتراين بي 4 ريسبتور. مين بيعمل كده بقى؟ مركب اسمه 5 امينو ساليسيليك اسيد. 5 امينو ساليسيليك اسيد ده طريقه شغله ان يقفل لي الليكوتراين بي 4 ريسبتور فور تريتمنت اوف ألسراتيف كولايتس. طيب مين بقى الادويه؟ يا اما بستخدم زمان دواء اسمه سلفا سالازين. سلفا سالازين وفي بعض الكتب بيسموه سلازوبايرين. خلاص؟ الدواء ده عباره عن حاجتين، عباره عن سلفا سلفونامايد اسمه سلفا بايريدين مع الفايف امينو ساليسيليك اسيد. يجي عند القولون ويتفكوا من بعض. السلفا لوحدها والفايف امينو ساليسيليك اسيد لوحده. انت عايز مين فيهم؟ عايز مين فيهم؟ 5 امينو ساليسيليك اسيد اللي هيروح يقفل لك الريسبتور بتاع ليكوتراين دي 4. السلفا بايريدين هيعمل لك اعراض جلديه بتاعت السنه اللي فاتت بتاعت السلفا. الالرجي بقى ومشاكل البون مارو ومشاكل البلد ومشاكل مش عارف الليفر والكدني. فما عادش موجود في الطب، بس كان زمان عندنا المركب ده. كانت الهدف منه ان انا اعالج البكتيريا لو موجوده في الجي اي تي واعالج الالسيف كولايتس اللي هو مشكله الاوتو. بدل ما اعمل كده بقى، طب ما تدي سيادتك 5 امينو ساليسيليك اسيد لوحده من غير صفر. صح؟ تجنب الاعراض الجانبيه. هيبقى عندنا دوايين، دواء اسمه ميسالازين ودواء اسمه اول سالازين. مي سالازين واول سالازين الاثنين عباره عن 5 امينو ساليسيليك اسيد فقط بدون سلفونامايدز. يبقوا احسن بكتير قوي. اشهر دواء يعالج خلل المناعه في الدنيا كورتيزول، مش كده؟ كورتيكوستيرويدز. فساعات بيدوا الكورتيكوستيرويدز في الالسر كولايتس، مش ساعات كتير بيدوه، بيدوه باي طريقه بقى، يعني يدوه ريكتال، يدوه انترافينس، يدوه انترماسكولار، يدوه اورال. والهدف منه طبعا ان انا اقلل تكوين الليكوترايز بقى بشغل الفوسفوريز والكلام بتاع زمان. في ادويه جديده سيبك منها. في ثلاث ادويه كده جداد نسبيا يعني في علاج الالسر كولايتس مش مهمين خالص. خلينا بس على قد الكلام القديم واحفظ على الاقل عشان الام سي كيو الميسالازين والاولسالازين دول مهمين قوي وعرفت ايه هم عباره عن ايه والميكانيزم اوف اكشن بتاعهم. ايه تاني بقى؟ تريتمنت اوف اوسيلوجيال فاريسس. يعني موضوع كبير بس انت عارفين طبعا دوائر المريء بتبقى دايما مذكوره قوي انها في ناس اللي عندهم بالظبط مشاكل بقى الليفر سيلوزس والكلام ده. في ادويه كتيره جدا جدا بتعالج كلها في الاخر هدفها انها تعمل فاز وكونستريكشن. تيجي تعمل انقباض في الاوسفوجيه الفيريسز دي عشان تقلل النزيف. اول دواء استعملوه في الموضوع ده اسمه سوماتوستاتين. سوماتوستاتين عارفين هرمون ده مش كده اللي بيقلل حاجات كتير قوي. من ضمن الحاجات اللي بيعملها ان هو بيعمل فاز وكونستريكشن في الفيسرال او في السبلانكينج بلاد فيسلز. طلعوا دواء مشتق منه صناعي بقى اسمه اوكتريوتايد. يبقى اول اثنين اهم السوماتوستاتين نفسه والاوكتريوتايد. اسمعوا عن الفازو بريسن. الفازو بريسن ده اللي هو ايه في الطب؟ اسمه ايه تاني؟ اسمه التاني ايه؟ لا 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 الفازو بريسن هو الانتي دايوريتيك الاي دي اتش كويس؟ ليه شغل على الكدني بحاجه اسمها الفي الاي في 2 ريسبتورز يعني وفي شغل على البلاد فيسلز بيعمل فازو من اسمه حتى اسمه فازوتس فيتحقن في الدوائر المريئه عشان يوقف النزيف. بدل ما بيستعملوا الفازو بريس نفسه بيستعملوا مشتقات احسن منه. هتلاقي مكتوب عندنا دواء كده اسمه تيرلي بريسن. انت ان شاء الله في ام سي كيو كله بالشبك وبالحب والتعاون الاخوي وكل دعوات الوالدين وكل الحاجات الحلوه بريسن في الاخر خلاص؟ يبقى ده تبعنا، يبقى ده تبع الفازو بريس. فازو بريس. البيتا بلوكرز وخصوصا لو كانوا نون سيلكتيف. احنا نسينا طبعا دكتوره مش مشكله. البيتا 2 ريسبتور ده طول ما بيشتغل بيعمل فازو دايلاتيشن. كويس؟ سيادتك لما تقفل البيتا 2 وتسيب الالفا 1 شغاله يحصل فازو ريستريكشن. فعشان اشتغل ببيتا بلوكر لازم بكون بقفل بيتا 1 و2 بقى قلت مني. واشهر دواء طبعا نون سيلكتيف هو البروجرامينج. يبقى ده كام دواء بتوع علاج الاوسولوجيا الفاريسز
دكتور ينفع 1000 1006؟ لا النظريه تنفعه بس بخاف على الضغط قوي، بخاف جدا ان هم يرفعوا الضغط. علاج بقى الكوليسترول والجول ستونز هتتفاجئ والله في اسئله الام سي كيو ان شاء الله. لو عندك وقت تحل الكتاب هتلاقي سؤال ملوش اي معنى كده وبيجي كتير جدا. ايه الادويه اللي بتفتت الحصه بتاعه المراره اللي هي اسمها كوليسترول جول ستون؟ هتلاقي اسمين كده دوايين شبه بعض، حاجه اسمها كينو ديزوكسي كوليك اسيد وحاجه اسمها يورزو ديزوكسي كوليك اسيد. الاثنين دول بيعملوا تفتيت للكوليسترول جول ستون. قبل ما اعمل عمليات جراحيه واشيل المراره بجرب الادويه دي، لقيت الحصوات كوليسترول هتدوب، لقيتها بقى حاجه ثانيه لازم تعمل سيرجري. اخر حاجه بقى علاج الانفلاماتوري باول سيندروم. كلام على فكره واحد بيقول والله هو محرج قوي الكلام ده في الطب، حاجات كبيره قوي. الانفلاماتوري باول سيندروم بيجي للناس المكتئبين، بيجي للناس المتوترين، الناس اللي دايما اندر ستريس كده، معظمهم دكاتره ما شاء الله يعني، تلاقي عنده مشكله في القولون انفلاماتوري باول سيندروم او اريتابل اسيد باول سيندروم. اعراضه مختلفه جدا، تلاقي ساعات تلاقي العيان بيجي له دايريا، وساعات تلاقي بيجي له كونستيبيشن، وغالبا عنده كوليكس، واحتمال بقى على المدى البعيد كمان يكون عنده حاجه اسمها ابدومينال بين، كرونيك بين، كرونيك ابدومينال بين. فدايما عنده مشاكل في مشكله الفضلات، يا دايريا يا كونستيبيشن، وجع ومغص والام، ساعات بتبقى الام مستمره يعني. علاج هذا المريض معتمد غالبا على الاعراض. بمعنى لو العيان ده عنده مشكله كونستيبيشن مزمن، خلاص؟ بنديله حاجه تيفاكيويت. ما قعدناش بندي بقى، فاكر انت الهيصه اللي كانت هنا دي؟ ولوبريكانت وبلك ومش عارف ايه، الكلام ده كله كلام فارغ. بقى بيدوا دلوقتي الادويه الجديده اللي انت سمعتها بتزود خروج الكلورايد في اليومن اوف ذا انتستين، فاكرينه؟ ده هو اسمه لوبيدوستون اللي بيفتح قنوات، ودواء الثاني بقى اللي هو الليندا مش عارف البيكا والحاجات دي، كلها الهدف منها ان ازود الكلورايد، دول قلناهم بقى مع علاج الكونستيبيشن. لو العيان مشكلته سبازم او كوليكس بنديله حاجه انتي سبازموتيك، خلاص؟ اشهر انتي سبازموتيك هو الاتروبين، بس ما بنحبش ندي الاتروبين عشان مشاكله، فبندي دواء اسمه داي سايكلومين. داي سايكلومين واحد من مجموعه الاتروبين سبستيتيوتس اللي بتقلل قوي الموتيليتي بتاعت الجي اي. خلي بالك بقى دلوقتي في حاجه جديده في الكتاب، بيدوا معاه دواء اسمه الوسيترون. فكرني بقى عشان الحصه طولت قوي والاسامي كترت قوي. هو ال 5 اتش تي 3 النهارده لما بدانا نتكلم كان موجود فين؟ كان موجود في سي دي زد، صح؟ لما كان بيشتغل كان بيعمل لي قيء بالذات في الناس اللي عندهم سرطان وبياخدوا كانسر كيمو ثيرابي. عشان اعالج النوع ده من الفوميتنج ادينا انتاجونست، صح؟ عيل السيترون. وقلت لك اشهر واحد فيهم كان اسمه اوندانسيترون. لقوا بقى ان ال 5 اتش 3 ده ليه علاقه بالموتيليتي بتاعت الجي اي دي. ليه علاقه بالموتيليتي بتاعت الجي اي دي، بيعمل سبازم لما بيشتغل. فبداوا يفكروا يقفلوا ال 5 اتش 3 بريفرال عشان اقلل شويه الموتيل. وصلت؟ يبقى ال 5 اتش تي 3 السيروتونين على فكره انا مره جالي في امتحان الدكتوراه والله ما كان امتحان اظن امتحان الدكتوراه قال لي ديسكاس دراجز ريليتد تو سيروتونين. تقريبا الامتحان كله ضعف الادويه اللي ليها علاقه بالسيروتونين. مش بهزر والله. سيروتونين اجونست وسيروتونين انتاجونست وحاجات اسمها اس اس ار اي عارفينهم؟ سيروتونين ابتيك انهبيتور. موضوع بقى فظيع يعني. فهتلاقي ودلوقتي بقى جد عليهم جديد اللي يهمني بس عشان تفتكر ال 5 اتش تي 3 اللي دايما في ذهنك موجود في البرين في حته اسمها سي تي زد، ده موجود بريفرال كمان. لما يشتغل في سي تي زد يعمل لك قيمة، لما يشتغل بريفرال يعمل لك كوليكس. وليه علاقه بقى مهمه قوي في الاريتابل داون. فلما تقفله ان شاء الله تقلل الكوليكس يبقى بيتاخد دواء اسمه الوسيترون عشان يعالج السباز بتاع الاريتابل باول سيندروم. لو العيان بقى مشكلته دايريا بنديله دواء اسمه لوبيرامايد. جيب شويه لو ايه صح؟ راح لو ايوه دور لوبيرامايد مشتق من شبه المورفين. بس الميزه اللي فيه ما بيعديش ضرب الاتجاه. فلو مشكلتي دايريا بدي ساعتها لوبيرامايد. اخر حاجه بقى ودي كومن قوي بيدون العيان مهدئات او حتى ادويه اكتئاب. العيان ده بيبقى عنده مشكله بقى الريتابيليتي او يعني الستريس والكلام ده، بيعمل نوع بقى من الريتيشن على الجي اي دي، حتى اسمه قولون العصب يعني بالمصري يعني.
فبيدوا ساعتها ادويه اسمها تراي سايكليك انتي ديبريسنتس. الهدف منها مش بس انها تعلي المود وتصلح، هي كمان بتقلل البرسبشن اوف بين، يعني تخلي العيان مش حتى وهو بقى عنده الم مزمن في بطنه على طول كده طول الوقت حاسس بوجع، هو يقلل الشعور بتاع الالم ده عن طريق شغل على السي ان اس. بيقول عليه تراي سايكليك انتي ديبريسنتس. ده بقى لو في عندنا ما يسمى بالكرونيك ابدومينال بين. دكتور على نفس فكره السيروتونين. هم تراي سايكليك بيعلوا سيروتونين ونور ادرينالين. كانوا بيمنعوا الابتيك بتاع الاثنين، لكن الاس اس ار اي ده حتى من اسمه سيلكتيف على السيروتونين بس. كويس؟ بس الحقيقه ان التراي سايكليك في البين احسن من الاس اس ار اي. في البين في حاجه بيسموها كرونيك بين بيجيبوا نتيجه احسن، هم ليهم اكشن كمان حلو قوي ان هم صوديوم شانل بلوكرز، يعني ليهم قصه كده بتقلل البين بيرسبشن. فعشان كده بيدوا التراي سايكليك مع ان هم قدام وادويه ليها عيوب، لكن في حالات الكرونيك بين احسن من الاس اس ار اي. لان الهدف بس مش ان انا اعلي المزاج بقى واصلح المشاكل التوتر، الهدف ان انا اقلل الاحساس بتاع الالم اللي جاي من الارتوس. يعني انا كده خلصت. شكرا يا جماعه جدا تعبناكم والله. لو عايزين بقى مره كده ان شاء الله نعمل ريفيجن، بس انتوا قولوا لي بقى خطتكم ومواعيدكم وامتحاناتكم، نقعد بقى نحل كده الام سي كيو ونسترجع الحاجات المهمه والحاجات اللي اذا كان في حاجه وقعت هنا في السكه ولا حاجه. يعني انتوا كده حد مثلا عبد الله بيتواصل معايا كده نشوف المواعيد والمناسب ليكم، نعمل قعده كده ظريفه ريفيجن، نحل شويه الاسئله كده ونقفلها ان شاء الله الجزء بتاع الجيولوجي.